يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. حول ما يتعلق باللوائح الخاصة بالأندية، وشفنا يمكن قريبا يعني منذ يومين أو ثلاثة تم إلغاء لائحة نادي الزمالك بحكم لجنة التسوية والتحكيم، وأقرت لائحة الاسترشادية، ومن ثم رحلت لجنة وجاءت لجنة. ماذا عن اللوائح التي ستحكم الاتحادات والأندية الفترة القادمة؟ ماذا عن ربما تداخل بعض الاختصاصات فيما سمعنا وشعرنا بين اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياض؟ ماذا عن الانتخابات نفسها التي ستجرى بمشيئة الرحمن في القريب العاجل، يعني اعتبارا من مطلع أغسطس القادم بمشيئة الرحمن؟ كلام كتير اتقال أن الانتخابات ربما تؤجل، وأن الاتحادات الرياضية ربما لا تعقد انتخاباتها، خاصة اتحاد الكرة. كلام كتير جدا في هذه المنطقة واستفسارات هامة للغاية. هيكون ضيفنا النهاردة مشرفنا الأستاذ ممدوح الششتاوي، وهو المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، ليجيب بوضوح شديد جدا عن كل هذه الاستفسارات. ثم بعد أن تأهل النادي الأهلي إلى نصف النهائي، وأيضا بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، هيكون معنا الدكتور عادل سعد يتحدث معنا حول تاريخ هذه البطولات واللقاءات بين الفرق هنا وهناك. وبالمناسبة أنا بسعد جدا بالتعليقات اللي بتيجي على اون تايم سبورت، على الصفحة اون تايم سبورتس. امبارح جه قرابة 1200 تعليق من أصدقائنا التوانسة، وده شيء بيسعدني جدا، تفاعلهم شيء جميل جميل جميل. وطبعا أنا ما اتكلمت امبارح عن اللقاءات بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي، أنا تحدثت يا أصدقائي بالأرقام لا أكثر ولا أقل. ولكن لو انتوا تابعتوا حديثي كويس قوي، انا قلت ان نادي الترجي فريق عظيم، وقلت ان هو في مباراته الاخيره تمنيت الا يفوز هو، لانه من وجهه نظري هيبقى خصم عنيد وقوي جدا امام النادي الاهلي، واديته كل حقه في المباراه الاخيره اللي لعبها. ومن ثم عندما اذكر ارقام فهي ارقام مجرده، هذه هي ارقام مجرده. وكمان لازم ناكد بمنتهى الصراحه أن التاريخ ليس له أي علاقة بالمستقبل فيما يتعلق بكرة القدم. التاريخ هو مجرد تاريخ، وربما إحنا بنتفائل لما نقول نادي الأهلي فاز مثلا 8 مرات على الترجي مقابل 4 للترجي على النادي الأهلي، هذا نوع من أنواع التفاؤل فقط لغير. أعتقد أن أصدقائي في تونس اللي بيبعتوا لنا عندهم قناعة أن هم يتمنوا أن يفوز الترجي، ونحن نتمنى أن يفوز النادي الأهلي. هذا أمر طبيعي جدا جدا، وإطلاقا لا يفسد للود قضية. لكن كل الاحترام طبعا، وأنا قلت ده امبارح، لفريق الترجي، فريق عربي كبير وعريق وبطولاته ملء الأسماع والأبصار، ويضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وأنا قلت ده امبارح وشرحت تفصيلا خطوط نادي الترجي، لأننا أصبحنا يعني نحفظ هذا الفريق من قوته ونظامه على أرضية الملعب عن ظهر قلب. في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بنبدأها بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports. السؤال بيقول: توقع نتيجة مباراة الزمالك والمصري غدا في الدوري العام. مباراة بكرة، مباراة في منتهى الأهمية بين الزمالك الذي يحتل المقدمة والمصري الذي صعد بقوة إلى المركز الثالث. هي مباراة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مباراة قوية جدا. وبعد قليل وكالعادة بجيب لكم آخر 4-5 ماتشات للزمالك وآخر 4-5 ماتشات للمصري، وأذكركم بنتيجة اللقاء الأول بينهم. طبعا النهاردة كلنا الساعة 5 تسمرنا أمام الشاشات لنتابع مباراة طبعا ليفربول أمام كريستال بالاس، وأيضا كانت هناك مباراتين أخرتين تابعناهم من خلال شاشة واحدة. طبعا مباراة ليستر سيتي اللي كان بيلعب أمام توتنهام، ثم مباراة تشيلسي اللي كان بيلعب أيضا مباراة عصيبة جدا جدا أمام أستون فيلا.
بفضل الله استطاع فريق ليفربول أن يحسم الموقع بهدفين نظيفين ويفوز على كريستال بالاس، والهدفين كانوا لساديو ماني في الدقيقة 36 والدقيقة 64. ليستر سيتي بعد ما كان متقدم 1-2 على توتنهام، إذا الأمر ينقلب رأسا على عقب ويفوز توتنهام على ليستر سيتي. أستون فيلا يحقق المفاجأة ويفوز على تشيلسي 2-1. حظ تشيلسي أنه توتنهام قلب تأخره إلى فوز، وإلا كان خرج تشيلسي من المربع الذهبي وانتظر لقاءه طبعا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، سوري أوروبا طبعا. بكده يبقى ترتيب جدول الخمسة الكبار. مانشستر سيتي خلاص بيورد في الصدارة، والنهاردة عملوا احتفال حلو قوي قوي في ملعبهم أمام جماهير كبيرة، وفكرونا بالأيام الخوالي المدرجات اللي كانت مليانة عن آخرها. مانشستر سيتي 86 نقطة مجردا بمفرده، مانشستر يونايتد 74 نقطة في المركز الثاني، ثم جاء ليفربول في المركز الثالث 69 نقطة، وهذا أمر جيد حتى من الناحية الشكلية والمعنوية. ليفربول ما بعدش بالمركز كتير، يعني السنة اللي فاتت كان أول، السنة دي كان ثالث، ما هياش قضية. ولو أنت بصيت لعدد النقاط هتجد إن بينه وبين مانشستر يونايتد 5 نقاط فقط لا غير. ليفربول فقد نقاط ما كان يجب أن يخسرها على الإطلاق على ملعبه بتعادلات غريبة أو هزائم غريبة. لو كان يعني أنقذ نفسه في نصف هذه المباريات بس كان على الأقل راح للمركز الثاني. الرابع بقى تشيلسي 67 نقطة، وليستر سيتي في المركز الخامس 66. بكده يبقى الأربعة اللي فوق دول رايحين دوري أبطال أوروبا. طب ليستر موقفه إيه؟ إذا تشيلسي فاز على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخش بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، ويصعد ليستر سيتي للمركز الرابع عشان يبقى رابع الفرق المتأهلة، وبكده يبقى في 5 فرق في دوري أبطال أوروبا من إنجلترا الموسم القادم. طبعا بالنسبة لمحمد صلاح نجمنا الكبير، والله العظيم الواحد النهاردة كان بيتفرج وكأنه بيتفرج على مباراة مصيرية لمنتخب مصر، من كتر طبعا عشقنا لمحمد صلاح وأمنياتنا أن يحقق كل شيء. كنا عارفين أنه هو داخل ب 22 هدف، وهاري كين الناحية التانية اللي بيلعب ليستر سيتي داخل ب 22 هدف. تمنينا طبعا هاري كين لا يسجل، لكن ده ما بيفوتش، وانا بقلب كده وبجيب المحطة اللي بعديها عشان نشوف الاخبار، لقيته بيحط وش رجله بمنتهى القوة على مسافة حوالي 14 ياردة من مرمى ليستر ويجيب هدف. بقت النتيجة 2-1 لليستر وقتها يعني، فكده جاب هدف. قلبنا بقى على ليفربول مصمرين عينينا على محمد صلاح عشان يجيب هدف على الاقل، يعني يتساوى مع هاري كين ويقسمه ويبقى هو هداف وده هداف زي ساديو ماني وصلاح الموسم الماضي. صلاح راح 3 مرات شبه انفراد، ولكن الحقيقة أنا أتصور إن صلاح من كتر إصراره وحرصه إنه يجيب هدف ما كانش ظابط رجله مظبوط على المرمى، بالرغم إن هو أهدى هدف الأمان والإطمئنان لليفربول لما عمل باص تحفة من ناحية اليمين شبه انفراد لساديو ماني، وساديو ماني لم يتوانى حطها، ضربت في رجل احد المدافعين وغيرت اتجاهها وسكنت مرمى كريستال بالاس، وده كان هدف الاطمئنان لان يورجن كلوب كان قاعد بره على اعصابه، والنتيجه 1-0 لانه كريستال بالاس عملت 3-4 هجمات يوقفوا القلب، يوقفوا القلب. فريق كبير وعريق، كريستال بالاس فريق كبير وعريق، لكن انتهى اللقاء زي ما قلنا 2-0 لليفربول. بكده طبعا يبقى هاري كين 23 هدف ولكن محمد صلاح 22 هدف. إذن محمد صلاح هو وصيف هداف الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن هاري كين. ما فوتش الفرصة طبعا يورجن كلوب واتكلم كلام في منتهى الروعة. طبعا يورجن كلوب النهاردة ساب محمد صلاح حتى النهاية لأنه يعلم أن محمد صلاح بيبحث عن هدف،
فما كانش مستعد يكون هو سبب في حرمانه من فرصة حصوله على الحذاء الذهبي، وبالتالي سابه طبعا لنهاية المباراة. لكن النهاردة أو كلم عموما يورجن كلوب وقال بالحرف الواحد لموقع نادي: لست متفاجئا على الإطلاق من الأرقام التي يحققها صلاح، أنا سعيد بهذه الحقيقة، لأنه من السهل أن نرى أين سنكون بدون أهداف صلاح. نعلم أن الفريق يساعد صلاح كثيرا، لكنه يحمل الكثير على عاتقه أيضا. نهم صلاح وطمعه في تسجيل الأهداف واحترافيته كلها أشياء تساعدنا كثيرا. هذا الموسم هو أحد أفضل مواسمه رغم عدم وصوله لأفضل أرقامه الشخصية. إنه عام رائع بالنسبة لصلاح، لأنه بالنسبة لمهاجم في فريق لا يفوز باستمرار، فإن تسجيل هذه الأرقام يعد استثنائيا للغاية. هذا ما يجعله مميزا حقا. ده كلام طبعا يورجن كلوب، راجل فاهم وواعي ومدرب عنده فيجن عظيم. هو يعلم ان محمد صلاح اكيد محبط، ان هو يعني عايز يبقى هداف، لانه خلاص زي ما بيقولوا فاضل على الحلو مش تكه، ده اقل من تكه. لكن هاري كين ما بيفوتش، وهاري كين بصراحه لعيب عظيم ومهاجم عظيم، لكن البيت كان جنب الجامع 22 و22. هاري كين جاب الهدف، محمد صلاح ما كانش عنده حظ، مش مشكله. لكن النهارده كان في جمهور كبير في الانفيلد شجع بشكل رائع الفريق ككل، وكان سعيد جدا بالنتيجه لانها تعني تاهل ليفربول لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم. هذا من جانب. من جانب اخر، شعر جمهور ليفربول بالذهو والفخار، لانه ليفربول بطلهم الكبير لم يذهب بعيدا، هو في المركز الثالث، وهذا امر جيد. لكن انا بقول لكم من دلوقتي، مانشستر سيتي بهذا القوام وهذا الفريق صعب المنال، واذا ليفربول لم يعني يجدد في بعض خطوطه بقوه، اتصور لسه هذا الفريق مانشستر سيتي سيحتكر الدوري لسنوات بهذا القوام. وانا بقول لكم النهارده وافتكروا كلامي، بنسبه 99% مانشستر سيتي هو بطل دوري ابطال اوروبا، ولن يستطيع تشيلسي اللي اتغلب النهارده من استون فيلا 2-1. وعلى فكره مباراه كانت عصيبه جدا، لانه تشيلسي كان ممكن جدا يبقى بره المربع لولا هزيمه ليستر. يعني النهارده لعب تشيلسي بكل قوته، لانه ما يضمنش ياخد دوري ابطال اوروبا امام مانشستر سيتي، فعايز يلحق مقعد في دوري الابطال. لولا ان توتنهام قلب تاخره بهدفين الى فوز، ما كان تشيلسي موجود في المربع، بما يعني ان تشيلسي بذل كل ما يستطيع من جهد عشان يبقى موجود في المربع الذهبي. طيب نروح بقى للكونفدراليه النهارده، ونادي نادينا طبعا نادي بيراميدز هناك في أنيمبا استطاع أن يتعادل 1-1. نتائج مباريات الإياب لدور الثمانية في الكونفدرالية: أنيمبا بيراميدز 1-1، جرافدو داكار يفوز على القطن الكاميروني 2-1، الرجاء المغربي كلاكيت تاني مرة هقول لكم دلوقتي يفوز على أورلاندو بايرتس 4-0، شبيبة القبائل يفوز على الصفاقسي 1-0. بكده يبقى مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية: كلاكيت تاني مرة، بيراميدز أمام الرجاء يوم 20 يونيو، وفي نفس التوقيت وفي نفس التاريخ القطن أمام شبيبة القبائل. مواجهات إياب الدور نصف النهائي بعد الذهاب بأسبوع يوم 27 يونيو، الرجاء مع بيراميدز هناك في المغرب، وشبيبة القبائل مع القطن الكاميروني. أما النهائي هيبقى بمشيئة الرحمن يوم 10 يوليو القادم. وبالمناسبة نذكركم برضو بمباريات ومواجهات ذهاب الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا: الترجي يوم 18 أو 19 يونيو مع الأهلي. طب مين اللي بيختار الميعاد؟ الترجي، لأن الملعب بتاعه. والوداد مع كايزر تشيفز ايضا 18 او 19.
دي مباراة الذهاب هتبقى في تونس. مباراة الإياب هنا في القاهرة، الأهلي مع الترجي 25 أو 26 الأهلي يحدد، كايزر تشيفز والوداد 25 أو 26، النهائي يوم 17 يوليو يعني بعد نهائي الكونفدرالية بأسبوع. طيب نروح بقى لمباريات الغد بمشيئة الرحمن في الدوري العام المصري الممتاز. عندنا بكرة مباراتين في الجولة الأربعة وعشرين، ساعة 7 إن شاء الله الإسماعيلي أمام مصر للمقاص، والساعة 9 الزمالك أمام المصري، ده يوم الاثنين. يوم الثلاث عندنا وادي دجلة أمام طلائع الجيش الساعة 7، ثم مباراتين التاسعة مساء الاتحاد السكندري أمام الجونة، وأسوان أمام غزل المحل. يوم الأربع عندنا مباراتين، البنك الأهلي أمام سموحة الساعة 5، سيراميكا كليوباترا أمام إم بي الساعة 7. تختتم مباريات الجولة الأربعة وعشرين يوم الخميس إن شاء الله بلقاء في التاسعة مساء المقاولون العرب أمام بيراميدز. دور الأول بين الزمالك والمصري انتهت بإيه؟ دور الأول يلا. مباراة الدور الأول انتهت 1-0 لصالح نادي الزمالك، والهدف كان لإمام عاشور، ده كان فين؟ في الدور الأول. مهم قوي نبقى عارفين يعني الدور الأول بيحصل فيه إيه، عشان نبقى برضو إحنا بنتابع بكرة نبقى عارفين اللي حصل في الدور الأول بين الفريقين. هدف إمام عاشور بتصويبة ممتازة في الدقيقة 54. تمام. حلوة حلوة، هو شويط ناقص بس إن هو يظبط الحتة اللي عنده. الدور الأول بين مصر المقاصة والإسماعيلي انتهى لصالح مصر المقاصة 3-1، لكن مين كان بيقود مصر المقاصة في هذا التوقيت؟ هو إيهاب جلال، مش كده برضو يا جماعة؟ تمام. الأهداف في الدقيقة 9 مروان حمدي، خلاص مش موجود مع مصر المقاصة، ثم تعادل للإسماعيلي كالعادة نجمه الكبير شكري نجيب، وده من ضربة جزاء. في الدقيقة 56 عصام صبحي أضاف الهدف الثاني لمصر للمقص، كانت مباراة في منتهى القوة، لكن في هذا التوقيت الإسماعيلي ما كانش الإسماعيلي بتاع النهاردة، كان مختلف مش بتاع النهاردة. عصام صبحي في الدقيقة 56 الهدف الثاني لمصر للمقص، ثم مروان حمدي مرة تانية في الدقيقة 58 عشان ينتهي اللقاء في الدور الأول 3 مصر المقاصة 1 النادي الإسماعيلي. طيب خلينا استعرض لكم بقى الماتش بكرة اللي هو له شعبية كبيرة طبعا، الزمالك والمصري. نشوف آخر 4-5 ماتشات للزمالك وآخر 4-5 ماتشات للنادي المصري. نبدأ مع نادي الزمالك يلا. عندنا أول حاجة المقاولون العرب والزمالك، وانتهت هذه المباراة 2-2. تقدم محمد سمير في الدقيقة 23 وبعدين ضرب الجزاء كالعادة يا ولد يا لعيب، أشرف بن شرقي في الدقيقة 30 من الوضع واقفها من الوضع، أهم لاعب في الزمالك. ثم في الدقيقة 49 أشرف بن شرقي كلاكت تاني مرة يحطها حلوة 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 2-1، لكن المقاولون في هذا التوقيت كان في لحظة انتفاضة، وفي الوقت القاتل في الدقيقة 80 عبد الله ياسين 2-2، وربما دي كانت أول بداية انتفاضة المقاولون. الزمالك وبيراميدز
عبد الله السعيد هدف حلو قوي قوي في الدقيقه 39. بص اللمه هي دي الموضوع كله، اللمه، واللمه دي عايزه خبرات كبيره في الحته دي عشان تلم، عايزه اعصاب من حديد وعايزه خبرات كبيره جدا. ولكن المنقذ اشرف بن شرقي في الدقيقه 96 يا ولد العيب، عايزه اعصاب من حديد برضه لانها في الوقت القاتل، وانتهى اللقاء 1-1. بعد كده الزمالك التقى مع سموحه، فاز الزمالك 2-1 برضو أشرف بن شرقي في الدقيقة 17، المنقذ في الدقيقة 17 الهدف الأول. ولكن مصطفى فتحي اللعيب الكبير قوي ببطن رجله زي ما بيكون حط ضرب الجزاء في الدقيقة 20 1-1. ثم يعود طبعا وزعلان لأنها فرقته، هو معار بس هو مش زعلان ولا حاجة. وبعدين في الدقيقة 42 طارق حامد بعد ما الهجمه كملت عند الخطوط رجع التاني من اشرف بن شرقي لطارق سند وحط يا لعيب 2-1 سموح. بعد كده التقى الزمالك مع النادي الاهلي في لقاء القمة. تقدم صلاح محسن في مباراه معقده جدا ورقص الحارس ترقيصه روعه وبشماله في البعيده 1-0 في الدقيقه 73. ولكن الزمالك تماسك بقوة وكان مؤدي مباراة جيدة جدا، 3-4 نقلات من ناحية اليمين انتهت عند فرجاني ساسي، فركها كده فركها بوش رجله الداخلي في البعيدة، جميلة 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 1-1. ثم التقى بعد كده الزمالك مع امبي وانتهى اللقاء 3-1. يوسف اوباما في محاولة لاسترجاع مستواه ببطن رجله في الدقيقة 4، ولكن رامي صبري في الدقيقة 29 بعد ضربة جزاء واضحة قدام حضراتكم دخل حطها بمنتهى الهدوء في سقف الشبكة، يعني لو عواد واقف ممكن يطلعها براسه لكن محدش أبدا من الحراس بيقف. ثم يعود أشرف بن شرقي للتألق في الدقيقة 35. بص رايح فين، بص رايح فين، بص رايح فين، في المكان الصح، في المكان الصح، لعيب كبير. 2-1 امبي. وفي نهاية الشوط الأول زيزو يعملها ومحمود علاء وينتهي اللقاء 3-1 امبي. ثم الزمالك وطلائع الجيش ويفوز الزمالك 2-1. بدأ عمرو جمال بترقيصة مفيش أحلى من كده ودخل المرمى 1 الطلائع لشيء الزمالك في مباراة أبدع فيها طلائع الجيش الحقيقة. ولكن سيف الجزيري اللاعب التونسي الدولي في الدقيقة 60 عمل مراوغة بتاعة الكرة الشراب، بص دي خلي بالك دي بتاعة كرة الشراب وسندها وفي البعيدة اتعلقت بقت 1-1. وفي الوقت القاتل من المباراة زيزو يرفع وأسامة فيصل يخش براسه وينتهي اللقاء 2-1 طلائع الجيش. دول آخر 5 مباريات حبينا نذكركم بنادي الزمالك وآخر مبارياته وتألق تحديدا أشرف بن شرقي. يعني حط كده أشرف بن شرقي وتحتيه 20 خط وبعدين عد بعد كده أي حد بعديه. ده وجهة نظري أنا الشخصية. نروح ل الطرف الآخر وهو النادي المصري ونشوف آخر 5 مباريات أيضا للنادي المصري. بدايتنا الإسماعيلي والمصري وانتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي 2-1. فريد شوقي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 20، ثم شكري نجيب المتألق، شوف اللمة، شوف حط جسمه ازاي، حط جسمه ازاي واخد الراجل ورا منه وبشماله، روعه 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 يا شكري. 2-0. ولكن في الدقيقه 89 وكالعاده احمد رفعت ورفعاته المتقنه ينقض عليها جريندو وينتهي اللقاء 2-1 المصري. بعد كده النادي المصري التقى مع الجونه وعرضية وأحمد جمعة ينهي اللقاء 1-1 لا شيء الجونة. المباراة اللي بعديها كانت عصيبة جدا مع أسوان، يتقدم عمر كمال في الدقيقة الأولى من زمن المباراة
ولكن حقيقة أسوان أدى مباراة مبدعة. محمد جابر في الدقيقة 36 1-1، ولكن في الدقيقة 51 والرفعات المتقنة لأحمد رفعت وبراسه وتكملة جميلة 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 يحطها أحمد جمعة تبقى 2-1 أسوان، ولكن يعود محمد أسامة لأسوان في الدقيقة 54 2-2، إلا أن الدبابة البشرية أوستن أموتو في الدقيقة 65 ينهي اللقاء داخل زي الوحش وينتهي اللقاء 3-2 أسوان. اللقاء اللي بعده كان المصري ومصر للمقص، مباراة كانت محجمة جدا، دول حاولوا ودول حاولوا، دي فرصة هدف مؤكد لمصر المقص، وأيضا المصري ضاع منه فرص كبيرة جدا. في كل الأحوال حاول المصري وحاول مصر المقص وانتهى اللقاء. طبعا هنا كان في تدخل للفار وده ماتش المحلة، وانتهى 2-1. ضرب الجزاء في الدقيقة 28 حسن علي لغزل المحلة، ولكن للمصري أنا آسف، ولكن غزل المحلة اسلام فؤاد في الدقيقة 42 بمتابعة جميلة 1-1، لكن كزادي كاسينجو في الدقيقة 55 يضع الهدف المؤثر جدا 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 وينتهي اللقاء 2-1 للنادي المصري. خامس اللقاءات واخرها كان امام الاتحاد السكندري زي ما تابعنا كلنا، وضرب الجزاء لحسن علي في الدقيقة 89 الوقت القاتل من المباراة ليحصد النادي المصري 3 نقاط غالية جدا يصعد بيها الى المركز الثالث. الاتحاد الجنوب افريقي الحقيقة النهاردة منتهى الرقي اللي في الدنيا عمل بيان حاجة راقية جدا جدا جدا. هقرا لكم ايه اللي كتبه الاتحاد الجنوب افريقي بعد تعدي مجموعة من جماهير فريق سان داونز على موسيماني تحديدا، بالرغم انه بعض بقى من جماهير سان داونز بعد المباراة هتفت للنادي الاهلي. دول الجمهور اللي انا كنت بتكلم عليه، الجمهور الحقيقي. اي جمهور في الدنيا هتلاقي فيه شوية اياهم، دول اللي هم منغصي المتعة الكروية. اتحاد جنوب افريقي النهاردة طلع بيان قال فيه الاتي، قال ندين بشدة ما تعرض له مدرب ماميلودي سان داونز السابق بيتسو موسيماني من قبل بعض جماهير النادي يوم السبت في ملعب لوكاس موريبي. هؤلاء الأفراد لم يهينوا موسيماني فحسب، بل أفسدوا سمعة البلاد. وباعتبارنا السلطة الأعلى في كرة القدم بجنوب إفريقيا، فإننا لن ندخر جهدا في التعرف على هؤلاء الجناه وفرض أقصى العقوبات عليهم. لقد طلبنا تقريرا عاجلا من الأمن والشرطة في الملعب، وسننتظر أيضا تقريرا من نادي سان داونز إننا نتعامل مع هذا الأمر بما يستحقه من سرعة وجدية. لا يمكننا أن نتسامح فيما حدث مع موسيماني، فهو سفيرنا الذي نفخر به. ما فعله هؤلاء الأشخاص يحتاج إلى إدانة من قبل المجتمع المتحضر. ده كان كلام الاتحاد الجنوب افريقي. كمان نادي سان داونز ما سكتش، لكن عمل بيان ايضا قال فيه تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الاهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النداهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها. تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور سان داونز تحت كل الظروف لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي. ولذلك نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي. سنفتح تحقيقا وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين ذوي السلوك الذي لا يتماثل مع قيمنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة
والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين وكل ذوي المصلحة المشتركة. ده كلام عظيم وكلام محترم، ويعكس مدى عمق العلاقات التي تفرضها الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. ومن ثم بنحيي اتحاد جنوب افريقيا وبنحيي ايضا نادي سان داونز على هذه الكلمات الحقيقة اللي اتصور انها ستثلج صدر موسيماني بل وكل مشجعي النادي الاهلي، اللي طبعا من حقهم ان هم يحافظوا على كرامة مديرهم الفني. طيب، نظرا لمشكلة عند الضيف نفسه لحسين كتابي المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان، خلينا نكلمه تليفونيا. أستاذ حسين، مساء الأنوار. مساء الخير أستاذنا. أهلا وسهلا لكل المستمعين في أون تايم. يا رب يخلي حضرتك. حضرتك بتكلمني من المغرب ولا في قطر؟ أكلمك من مدينة الدار البيضاء بالمغرب. الله، جميلة مدينة الدار البيضاء، رحناها وزرناها، حاجة جميلة 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 والله. أنتم أهل مصر أجمل عزيزين على المغاربة، وكلنا عرب وكلنا نسعى إلى تطوير كرة القدم والرياضة بصفة عامة. صحيح. في مصر. صحيح. هتسافروا بمشيئة الرحمن امتى الى قطر؟ غدا سنشد الرحال بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة 2:40 صوب الضيار القطرية. تمام. بطائرة خاصة ولا عبر الخطوط الجوية العادية؟ بطائرة خاصة. بطائرة خاصة زي الاهلي كده، برضو جاي لكم بطائرة خاصة، تبقى خاصة مع خاصة، تبقى حاجة جميلة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وسيلتقي الفريقين معا لتجسيد الروح الرياضية بفندق واحد في فرقة طبية لاحترام التدابير المعمول بها سواء بالمغرب او مصر الشقيقة، والتجسيد ذلك الهدف الأسمى لكرة القدم وهي السلم وسلامة كل مكونات الفريقين معا. صحيح. أستاذ حسين، فيما يتعلق بالدوري المغربي، كان آخر لقاء لنهضة بركان إمتى ومع مين، وانتهت النتيجة بإيه؟ نعم، آخر مباراة كانت مع فريق وضم وانتهت بالتعادل الإيجابي. هذا اللقاء هذا يعتبر لحساب الدورة 17 من بطولة القسم الاحترافي. نعم. المغربي. نعم. دي كانت من امتى دي يا استاذ حسين؟ كانت يوم ايه؟ يعني من كم يوم تقريبا؟ أربعة أيام. أنا بسأل عشان نبقى عارفين برضو المسافة بين المباريات، وهل اتحاد الكرة المغربي بيتيح وقت جيد للفريق عشان يستعد لمباراة بحجم السوبر؟ هو تقريبا نفس الايام اللي ريحها النادي الاهلي. مركز الفريق حاليا في المركز الكام في الجدول؟ المركز بعد مباراة ناقصة بالنسبة لنا كان السادسة. المركز الثالث. نعم، المركز السادس. الثاني. تمام. السادس، انا اسف، السادس. تمام. وفاضل كم مباراة على الدوري المغربي؟ الدوري المغربي يضم 30 مقابلة، لا زالت أمامنا 13 مقابلة. لسه بدري خالص. طيب. الصراع لا زال، لم يحتم بعد للفائز بالبطولة. نعم. ونحن من نسير هذه البطولة المغربية، وكذلك كنا في إحصائيات الاتحاد الإفريقي. الآن نراهن على إتمام البطولة في المراكز الأولى إن شاء الله. لا إن شاء الله بإذن الله. هل تم اختاركم من قبل الكاف بحضور جماهيري في مباراة السوبر القادمة مع النادي الأهلي؟
لم يتم بشكل رسمي أي كتاب، وتوصلنا فقط بالأخبار الواردة من الطيارة القطرية ومن اللجنة المنظمة لهذا السفر، والذي يكون فيه ممثلين عن الاتحاد الإفريقي طرفا في تنظيمها، كما تنص على ذلك الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد القطري والاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، أي في شأن المباراة الثالثة والأخيرة المتضمنة في الاتفاقية ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد القطري. نعم. هل هناك يعني هل هناك جمهور هيطلع معاكم من المغرب، ولا هنعتمد على الجمهور المغربي اللي موجود في قطر؟ نظرا للظروف الاحترازية التي يطبقها وطننا العزيز المغرب، بالنسبة لتنقل الجماهير فهي لحد الآن ممنوعة، ويبقى الرهان على الجالية المغربية المقيمة بقطر. وكيفما كان الحال فهي مباراة كرة القدم وليست مباراة استحراضية، على أي دخول جماهير أو من عدمه فهذا شيء يترك للأجهزة المنظمة لهذا الاستحقاق أو لهذا المباراة. صحيح، هم أعلنوا بالفعل أستاذ حسين أن هناك جمهور، وهناك جمهور بعدد يقارب 3000 تقريبا، وهو 30% من ساعة الاستاد. 15% للجماهير لكل فريق، بالظبط كده. أخيرا أستاذ حسين، هل حضرتك بتعرف بشكل خاص أي لاعب من النادي الأهلي، يعني شايف أن هو من أفضل اللاعبين أو أكثر من لاعب، هل عند حضرتك الفكرة دي؟ يعني هذه الأمور متروكة للجهاز الفني، هو الذي يعرف كل مؤهلات الفريق الأهلي. نعم. وبالنسبة لفريقنا بركان فهو في هذه المقابلة لا يعترف بالفرق الكبيرة والصغيرة، وتبقى 90 دقيقة التي هي مسرح لهذه المباراة، لمشهدين فاصلين لهذه المباراة، تبقى مباراة في كرة القدم، وتبقى الروح الرياضية هي السائدة ما بين الفريقين، ويسعى فريق نهضة بركان من روحه الرياضية إلى الظفر بهذه الكأس، لماذا؟ طبعا وهي لكرة القدم الإفريقية كيفما كان الحال. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يبقى لقاء أخوي جميل ونستمتع بمباراة عالية المستوى، والتوفيق من عند المولى سبحانه وتعالى. أشكرك. التوفيق لي، ويبقى المبادئ الموجهة لفريق نهضة بركان هي أن تسود الروح الرياضية، وبالنسبة لنا فهذه المباراة نراهن عليها كما يراهن عليها الأهلي، فليس هناك فريق كبير أو صغير في هذه المباراة. صحيح. فبالنسبة لي أشجع الفريق نهضة بركان، وهذا من حقي نظرا للروح الرياضية السائدة بين الفريقين، وتبقى الروح الرياضية هي قمة كرة القدم، وهي التي الطريق الصحيح لترسيخ مبادئ الإنسانية السامية في كرة القدم. أنا بتفق مع حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرك. شكر جدا. شكرك. شكرا جزيلا. وفعل خلاص الاتحاد الافريقي اعلن مساله الحضور الجماهيري، وغدا الاثنين ان شاء الله اعلن الاتحاد القطري انه هيحط التذاكر على موقع الاتحاد القطري، يعني هيبقى الحجز الكترونيا. وفيما يتعلق بالاعداد الخاصه بالحضور هيبقى 30% من ساعه الاستاد زي ما قال الاستاذ حسين، طبعا هيبقى 15% للجاليه المغربيه و15% للجاليه طبعا المصريه. متاكد طبعا ان الجاليه المصريه فول هتملى طبعا ال 15%. هو العدد كله الحقيقه مش كبير، يعني لو بصيتوا العدد هتلاقي العدد بنتكلم في حدود 2900 وحاجه، يعني عدد تذاكر مش كبير لان هذه هي ساعه الاستاد. لكن في كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله يكون يعني موعد مع بطولة جديدة للنادي الأهلي. طبعا هنا حاطين بقى اتحاد القطري حاطط موضوع مجموعة من يعني النقاط التي لابد من اتباعها. قال يسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فيما فوق ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة،
وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريج. 2، يلتزم المنظمون والحضور بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض. 3، لا يسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات. 4، لا يسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل. 5، الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت. ده فيما يتعلق طبعا بالتعليمات تماما. أما بالنسبة للاعبين، قال لك اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح، يعني اللي حصلوا على شهادة تطعيم ضد الفيروس، مش هيعملوا لهم مسح. أما اللي لم يحصلوا على اللقاح فسيجروا مسحة طبية لدى الوصول إلى مطار حمد الدولي قبل التوجه إلى الفندق مقر الإقامة، والخضوع أيضا للفقاعة لمدة 24 ساعة تحت إشراف اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي، حيث ستتواجد لجنة طبية لمتابعة الأمر لضمان عدم اقتراب أحد من خارج الفقاعة بالبعثة خوفا من الإصابات بكورونا. احنا عارفين طبعا النادي الأهلي كان أعلن سلبية المسحة الطبية الخاصة بالسوبر إفريقي بعد نهاية مباراة سان داونز، لكن هناك مسحة أخرى، ده لمين؟ للي ما أخدوش التطعيم. أما اللي أخدوا التطعيم فمش هتجرى بالنسبة لهم أي مسحة. وعلى جانب آخر، الكابتن أو الأستاذ أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي كشف تفاصيل اتفاق النادي مع الراعي الذي سيظهر شعاره على قميص الفريق في مباراة السوبر الإفريقي. هناك راعي يا جماعة هيتحط اسمه على التيشيرت بتاع النادي الأهلي، ده له اتفاق تعاقدي لوحده. عشان كده توفيق قال إن مباراة السوبر ذات حقوق منفصلة عن حقوق الرعاية الأصلية للنادي، وبالتالي كان يجب توفير راعي منفصل للمباراة كاستثمار جديد للنادي يحقق موارد مالية جديدة وإضافية، وكان الاتفاق مع شركة رافكو العقاري. كلام محترم، وقال الاتفاق مرضي ومناسب وبرقم مالي جيد. هيكون شعار الشركة هو الشعار الإعلاني الوحيد على قميص النادي الأهلي خلال المباراة. برافو، أي فرصة استثمار دي حاجة محترمة جدا جدا جدا. آخر حاجة بالنسبة لأخبار النادي الأهلي، إن اتحاد الكورة رد على خطاب النادي الأهلي امبارح اللي بعته الأهلي، وقال فيه إنه إشراك الناشئ سيف فاروق جعفر غير قانوني لأنه كان موقوف بعد الواقعة إياها. اتحاد الكرة رد عليه النهاردة بخطاب واضح وصريح، هذا الأمر خاص بمباريات جمهورية والشباب والحكاية والراية، أما مشاركته مع الفريق الأول ما فيهاش أي مشكلة، وانتهت الحكاية عند هذا الحد. ماذا عن أخبار نادي الزمالك؟ ماذا عن اللجنة الجديدة؟ ماذا عن اللجان القادمة؟ نتحدث ولكن بعد الفاصل. النهارده كان في تدريب اخير لنادي الزمالك استعدادا طبعا للقاء الغد القوي جدا مع النادي المصري. قاد كارتيرون تدريب نادي الزمالك اليوم، بدا بمحاضره كالعاده مع اللاعبين، هنأهم على كفاحهم في مباراه طلائع الجيش الاخيره حتى الرمق الاخير والفوز الذي تحقق في الدقيقه 93. بعد كده ركز على رفع المعدل البدني من خلال التدريبات بجانب التركيز على تطبيق بعض الجمل التكتيكية، كما ركز على التحرك بدون كرة في أكثر من موقف داخل الملعب، بالإضافة إلى العمل على التسليم والتسلم تحت ضغط المنافس. من جانب آخر، يوسف أوباما أدى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، اشتغل على هامش المران برنامج محطوط له من قبل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي قبل العودة إن شاء الله للمشاركة في التدريبات الجماعية. أقول لحضراتكم قائمة نادي الزمالك غيدا. طبعا تواصل غياب حميد أحداد ومحمود علاء وعبد الله جمعة
للإصابة. حراسة المرمى محمد عواد، جنش محمد أبو جبل، في الدفاع حازم إمام، حمدان مثلوتي، حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، في الوسط فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف رؤى، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم أوباما لكن مش هيشارك، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، شيكابالا بعد انتهاء الإيقاف المباراتين، أشرف بن شرقي، سيف فاروق جعفر. في الهجوم سيف الدين الجزيري، مروان حمدي، وأسامة فيصل. هذا هو طبعا البعثة الموجودة لنادي الزمالك اللي سافرت امبارح اسكندرية ومتواجدة حاليا هناك استعدادا طبعا لهذه المباراة الهامة جدا جدا جدا، سواء لنادي الزمالك اللي عايز يؤكد رسوخه في قمة جدول الدوري العام وعدم السماح بالتفريط في نقاط قد يعني يعاني منها مع عودة النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة، وعلى الجانب الآخر النادي المصري الذي تذوق المركز الثالث عايز أيضا يرسخ وجوده في هذا المركز تحسبا لمطاردات قوية جدا جاية من الخلف من أندية في منتهى القوة زي بيراميدز وزي مصر المقاصة وزي الاتحاد السكندري وغيره من الأندية التي تسحب بقوة أيضا إلى المركز الثالث. نادي الزمالك وكرة السلة وبطولة إفريقيا للأندية. بيواصل نادي الزمالك وكرة السلة تقدمه في هذه البطولة بالفوز على دواء السنغالي، وبكده الزمالك حسم تأهله إلى ربع النهائي كمتصدر المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية أمام المجمع البترولي الجزائري. على فكرة المرة الأولى في التاريخ تلعب في مدينة كيجالي الرواندية NBA وتقام بطولة إفريقيا تحت هذه الرعاية. الزمالك كسب النهاردة دوان السنغالي 86-62 وبكده رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف فيروفيارو صاحب ال5 نقاط واللي أنهى مبارياته. أما دوان تجمد رصيده عند 4 نقاط مع نهاية مبارياته، بينما المجمع البترولي بيتزيل الترتيب برصيد 2 من 2 وهيختتم مواجهته باللعب أمام نادي الزمالك. في حالة فوز الزمالك وإن شاء الله هيفوز بالمباراة الختامية هيرفع رصيده ل6 نقاط، أما لقدر الله في حالة الخسارة فيصل رصيده ل5 نقاط ويتوقف على فيرافيارو وقتها بالمواجهات المباشرة. مباراة اللي قدام حضراتكم كانت مباراة قوية جداً والنتيجة كانت متقاربة للغاية في الربع الأول 20-14. الفترة الثانية نجح الزمالك رفع الفارق ل 44-34. في الفترة الثالثة تفوق الزمالك حسمها بفارق 11 نقطة لتصل إلى 69-47. طبعا فيما يتعلق بمنتخبنا الكبير لكرة اليد، المنتخب اللي نفخر به، المنتخب اللي كان قاب قوسين أو أدنى من حصد بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت هنا في مصرنا العظيمة. النهاردة برنامج إعداد المنتخب بقى للمشاركة في أولمبياد طوكيو، لأن المنتخب ده يا جماعة والله لو لعب بنفس الأسلوب اللي لعبنا به في كأس العالم مؤكد بمشيئة رحمن يرجع بميدالية، يرجع بميدالية. عندنا 5 مباريات هناخدها في طريق الإعداد للمشاركة للأولمبياد في الصيف. هتكون البداية من أسبانيا في دورة أسبانيا الودية، هتلعب مصر مع كرواتيا يوم 28 يونيو، ثم مع أسبانيا صاحبة الأرض يوم 29 يونيو. بعد أسبانيا بيرتحل منتخب مصر إلى فرنسا، هيواجه منتخب الديوك يوم 5 يوليو. المحطة الثالثة هتكون مع ألمانيا في ألمانيا يوم 10 يوليو. وفي ألمانيا أيضا هيلتقي منتخبنا مع البرازيل يوم 11 يوليو في ختام الاستعدادات للبطولة. ما زال الاتحاد المصري لكرة اليد في محاولات لخوض مباراة أو 2 في طوكيو قبل بداية البطولة. كلنا عارفين منتخب مصر وقع في المجموعة الثانية اللي بتضم مع مصر
الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. طبعا كلنا عارفين ان الاولمبياد ان شاء الله ستقام في الفتره من 23 يوليو الى 8 اغسطس. متابعات لكأس العرب لكرة اليد. طبعا كلنا عارفين منتخبنا بيشارك في هذه البطولة اللي بتقام طبعا هنا عندنا في مصر، وبتقام في صالة الدكتور حسن مصطفى كرة الصلاة، حسن مصطفى في طبعا مدينة 6 أكتوبر، وهي إعداد لكأس العالم اللي تأهلنا ليه لكرة الصلاة. عندنا النهاردة مباراتين اتلعبوا. المباراة الأولى كانت بين الإمارات والسعودية قدام حضراتكم، وانتهت هذه المباراة بفوز الإمارات على السعودية 6-3. ما شاء الله الإمارات تهتم جدا بكرة الصلاة، وعملت عندها بطولات كبرى عالمية كتيرة جدا، والسعودية أيضا تهتم بها جدا. النهاردة تفوق المنتخب الإماراتي الحقيقة بشكل رائع للغاية، وقدر يحسم هذه المباراة 6-3. طبعا النهاردة اختتمت منافسات دور المجموعات، وفي المجموعة الثانية هقول لحضراتكم بعد شوية ماتش المغرب وجدر القمر، ولكن في ثاني هذه المباريات منتخب الإمارات 6-3 سجل لمنتخب الإمارات عمر النقبي وده هداف الفريق 4 أهداف، وعبد الله الحسني وحسن الحنطوبي هدف وهدف، بينما سجل لمنتخب السعودية الشقيق كل من معاذ العسيري 2 وعمر الدبل 1. دي المباراة الأولى. المباراة الثانية كانت بين المغرب وجزر القمر. البعض بينطقها جزر القمر، البعض الآخر بينطقها جزر القمر، زي ما أنت عايز انطقها. المباراة دي حقق فيها منتخب المغرب الفوز 3-1، ولو أنه فريق الحقيقة جزر القمر استطاع أن يحافظ على النتيجة بدون أهداف لفترة ليست بالقصيرة. خبرات منتخب المغرب الكبيرة قوي أهلته أنه هو يحسم الموضوع في النهاية. بالنتائج دي رفع منتخب المغرب رصيده ل6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية. وعلى فكرة المغرب مع مصر أقوى فرقتين في هذه البطولة، لكن هناك مفاجآت ربما. يبقى إذن في الصدارة المغرب 6 نقاط في المجموعة دي، ثم منتخب الإمارات والسعودية الاثنين ب3 نقاط لكل منهما، ثم جزر القمر بدون نقاط. النهارده كان في اجتماع في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس احمد مجاهد مع الكابتن حسام البدري. طبعا هذا الاجتماع من اجل بحث استعدادات منتخبنا الوطني لكرة القدم للمرحلة القادمة، استعدادات فنية خاصة بالمنتخب، استعراض لكل المواقف والمواعيد والالتزامات الواقعة على عاتق الاتحاد والأندية، بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لاستعدادات المنتخب الوطني قبل ما نبدأ أجندة شهر سبتمبر القادم. كمان تم توزيع المهام لمتابعة كل العناصر سواء المحلية أو المحترفين، وحصر مواعيدهم المتفاوتة في كافة المسابقات. طبعا الكلام ده كله في ضوء التعديلات اللي حصلت من قبل الفيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهاية كأس العالم إلى شهر سبتمبر القادم. ده ترتب عليه تغييرات في برنامج الإعداد بما يضمن محافظة على مصلحة كل الأطراف للحد من الأعباء وحالات الإجهاد لتدارك كل هذه الظروف. حضر في الاجتماع ده محمد بركات مدير المنتخب، كمان أعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي المدير الفني لفريق الهلال، ثم كلارك المدير الفني لفريق طبعا المريخ، الأولاني إنجليزي الأولاني برتغالي والتاني إنجليزي. وأنا سألته قال إحنا عندنا ماتش مع الهلال، كنت بسأل مدرب المريخ الإنجليزي
قال عندنا ماتش مع الهلال والعمليه والحكايه، وقلت له اتمنى اتفرج على المباراه دي. المهم هو كسب النهارده المريخ اللي مدربه الانجليزي، فاز على الهلال اللي هو مدربه برتغالي، وبالتالي اصبحت القمه السودانيه على صفيح ساخن بين الكبيرين المريخ والهلال السوداني. كان نفسي اوريكم الاهداف، لكن الحقيقه الاهداف اللي جت لنا الصوره يعني مهزوزه شويه، فعذرا. نبارك للمريخ وهارد لك للهلال، وننتظر الجوله القادمه بمشيئه الرحمن. نروح بقى للمعلق، وعايز اطمنكم يا جماعه الألفين معلق اللي بعتوا لنا واللجنه اللي بتفرز وصلت النهارده صفوا ل 300 معلق. اللجنه شغاله، وانا النهارده كنت على اتصال بالاستاذ ايمن سالم رئيس القناه المحترم، وعرفت انه اللجنه شغاله واحنا شغالين في التصفيات، وفي بعد كده برنامج هنعمله حلو قوي لما نوصل للاعداد القليله، وهيبقى في استضافات هنا في الاستوديو، وهنتكلم وهنعرض وهنقول وهنعيد وهنعمل حاجه جميله جدا، وسينتهي الامر باذن الله باختيار معلق وربما اكتر ينضم طبعا الى النابغين اللي موجودين من المعلقين في قناتنا الجميله اون تايم سبورتس. يلا المعلق الاول اللي هنسمعه دلوقتي هو عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد برج العرب هذه أرق تحياتي، محدثكم عبد السلام هندي، أسعد بصحبتكم للتعليق على لقاء المنتخب الوطني المصري أمام المنتخب الكونغو في المباراة والجولة قبل الأخيرة تصفيات كأس العالم روسيا 2018. عدى وفات القطار أوبه، ولكن على طول التدخل، أوه أحمد حجازي تألق لحارس مرمى الكونغو، أدي العرضية الثانية، ولكن على طول حتى الآن ديفين ودفاعات فريق الكونغو، محمد صلاح ضربة حرة، وحارس المرمى مطلق حتى الآن لمنتخب الكونغو، أدى على طول العرضية بتعدي وبا. بلال أحمد بلال يحييكم من استاد برج العرب الرياضي، نقدم لحضراتكم مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي ويطلع بره. طب عرضية عند حسين الشحات لصلاح محسن، والهدف الأول، الهدف الأول صلاح محسن، الله عليك يا ابني. سريعا على طول ناحية اليمين أحمد فتحي يلعبها عرضية معدية عند جونيور أجاييه، لكن ما توصلش، يشتتها الدفاع، ياخدها تاني جونيور أجاييه، يلعبها وانتو ما تكملش، خش 18 وفي الأخير عند حارس المرمى. كرة على طول مع النادي الأهلي على حدود 18، حسين الشحات يلعبها وانتو ما تكملش. إسلام على استاد القاهرة الدولي اليوم، ملحمة أخرى نتمناها لمصر مقابلة مع فريق الكونغو، والسلام الجمهوري منتخب الكونغو مرة أخرى من النيني، محاولة التشتيت والتقطها صلاح، هل تفعلها يا صلاح؟ صلاح يسجل، صلاح والأمل، الأمل ما زال مستمرا في آخر تلت ساعة، خطيرة والعكسية للأسف، أرنولد يسجل التعادل. مرة أخرى محاولة افتكاك الكرة، وحجازي مرة أخرى يقوم بدور الهيرو، تريزيجيه وعرقلة وضربة جزاء، التنفيذ، صلاح، حلم المصريين يتحقق، صلاح. عبد تقبلوا تحياتي، محمد سالم معلق اللقاء، السلام الوطني لمنتخب الكونغو. مرة تانية هجمة، صلاح خطأ دفاع، صلاح والهدف الأول، يا سلام يا صلاح، هدف أول لمصلحة مصر، تلعب عرضية على القائم البعيد، أوه هدف التعادل لمصلحة منتخب الكونغو. فاضل هدف يا شباب، ان شاء الله نسجله في الدقائق اللي جايه، كره عرضيه جوه المنطقه، وركله الجزاء يحتسبها بكري جسامه، وصلاح، وهدف التاهل لكاس العالم، صلاح هو مفتاح النجاح، صلاح هو مفتاح الوصول الى كاس العالم بعد غياب 28 سنه. محمد اسعد الله مساءكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الامسيه القويه التي يحتضنها استاد برج العرب على شاشه اون تايم سبورت. كره عاليه، طاقه دفاع، محمد صلاح، وجول، محمد صلاح يلقي بكلمه الافتتاح ويضع مصر في المقدمه. كره عاليه وهدف لمنتخب الكونغو، كرة عالية وفيها ايه، وطلعها دفاع منتخب الكونغو، الحكم ما يحسبش اي حاجة. ترجع تاني احمد حجازي يعمل عرضية وفيها ايه، ركلة جزاء،
سددها محمد صلاح، الله عليك. طيب نروح بقى الخربشة وصيد الكاميرا، وأول خربوشة عندنا من مباراة ام بي ووادي دجلة. توجه اللاعب صلاح أمين لاعب وادي دجلة في الدقائق الأخيرة من المباراة إلى الحكم محمد سلامة عشان يعرف سبب عدم احتساب يعني خطأ لصالحه، قعد يشرح له اللعبة. وعلى فكرة ده كويس الحكم بيشرح، ودي حاجة لطيفة جدا وبنشوفها بره الحقيقة لما بيروح لاعب يستفسر ليه لأ إن الحكم ما يشرحلوش اللعبة، دي حاجة محترمة جدا جدا من الحكم محمد سلام. مباراة أسوان ومصر للمقص، اعتراض اللاعب تشيمس بيكلي طبعا وهو نجم أثيوبي طبعا نجم المقصة على قرار الحكم وليد عبد الرازق، فاداله انذار بادعاء السقوط والتمثيل اثناء وقوعه على الارض للحصول على ضرب الجزاء. ولازم اللعيبه تبقى فاهمه انه بقى في فار، وان انت مش هتاخد ضرب الجزاء اوانطه على الاطلاق، فاذا رميت نفسك بدون مناسبه وحتى لو الحكم انخدع في اللعبه يرجع للفار يكتشف ان هي غير حقيقيه، هتكون النتيجه ان انت هتاخد انذار. مباراة الزمالك وطلائع الجيش، أثناء استعداد فريق الزمالك لطبعا اللقاء والشوط الثاني، إدارة الاستاد بدأت ترش الملعب بشكل مفاجئ، وحاجة غريبة جدا الفريقين وقفوا طبعا مش ممكن أبدا المية بالشكل ده يا جماعة. وبعدين شفنا زحلقة كتيرة جدا جدا جدا، بقت موضة. أتصور تندية الملعب قبل المباراة بوقت مقبول وشكرا. أخيرا في صيد الكاميرا، وهي مباراة طبعا سموحة والإنتاج الحربي. في هذه المباراة وخوفا من إضاعة الوقت قام محمود ناجي حكم المباراة بمساعدة احمد عبد القادر، ما كانش قادر ياخد نفسه فبيقومه لان احمد عمل مجهود كبير جدا وشعر بالتعب بعد ما جاب هدفين. كابتن احمد سامي مباشره قام بتغييره. احيانا اللاعب طبعا بيعمل مجهود كبير جدا 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 ومن ثم ممكن جدا يبقى خلاص مش قادر، البنزين خلص يعني. النهارده الدكتور اشرف صبحي ودير الشباب والرياضه كرم اللجنه القضائيه التي ادارت نادي الزمالك خلال الفتره الماضيه بحضور كل اعضاء اللجنه التي ادارت وايضا اعضاء التنفيذيين، وطبعا قدم لهم الشكر على الفتره السابقه من خلال ادائهم ويعني اخلاصهم في العمل هذا مؤكد. تكريم طبعا شمل المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام ابراهيم والمستشار سامي صبحي اعضاء اللجنه السابقه، بالاضافه لتكريم اعضاء اللجنه التنفيذيه وجه لهم الشكر على الفتره الماضيه. كلنا عارفين ان الوزير اعلن تعيين لجنه جديده لاداره النادي مكونه من حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتريبي نائبا للرئيس، طارق جبريل مدير مالي، هاني برزي وعمر أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء، والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي. كان كلام تسرب عن أنه الأستاذ هاني شكري سيكون أيضا من ضمن أعضاء اللجنة، وطبعا من شخصيات الحقيقة محترمة جدا والنشيطة للغاية، ويعني كلام اتقال هنا وكلام اتقال هنا في اللحظات الأخيرة تم اختاره من قبل الكابتن حسين لبيب ان هو مش موجود في اللجنة، وفقا للكلام اللي اتقال انه الأستاذ هاني شكري قال انا تحت امر نادي الزمالك في اي حاجة سواء كنت داخل اللجنة او خارج اللجنة. كلام اتقال عن سبب استبعاد هاني شكري من اللجنة ان هو طلب أن يكون مدير التسويق والكابتن خالد رفعت وبالتالي تم استبعاد. كلام كتير يتقال حقيقة مش عايز أغوص فيه كثيرا، ولكن ده ما يهمناش. احنا اللي يهمنا في النهاية أن هذه اللجنة بمشيئة الرحمن بما تضم من
شخصيات محترمة جدا جدا جدا، الرئيس طبعا الكابتن حسين لبيب شخصية رياضية كبيرة جدا، النائب بتاعه الأستاذ محمد الإتريبي وهو رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يعني أحد قلوع مصر المصرفية، مع باقي الأعضاء إن شاء الله بإذن الله سيؤدوا أداء محترم جدا جدا لنادي الزمالك. حديث هام جدا عن الأندية والاتحادات الرياضية والانتخابات واللجان المعينة لإدارة بعض الأندية وحل بعض الاتحادات الرياضية مع الأستاذ الكبير ممدوح الششتاوي وهو المدير التنفيذي للجنة الأولمبية. أهلا وسهلا ممدوح. أنا كابتن متحف زي حضرتك. الله يخليك. لأول مرة نلتقي على الهواء؟ لا، في اتصالات كتير حصلت. اتصالات تليفونية. اتصالات تليفونية. لكن ده اتشرفت دي اول مره. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. طيب عندنا تقرير نشوفه ونرجع نتكلم مع الاستاذ ممدوح. ممدوح الششتاوي رجل المهام الصعبه. ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه المصريه، احد الكوادر الاداريه اللامعه داخل اللجنه الاولمبيه المصريه، بما يملكه من خبرات عديده جعلته يحقق نجاحا كبيرا في كافه الملفات التي تولى مسؤوليتها حتى الان. تولى ممدوح الششتاوي منصب المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه المصريه منذ عام 2015، المنصب الذي وضعه امام الكثير من التحديات التي استطاع ان يتخطاها بروح المقاتل، منتظرا المزيد خاصة مع قدوم الأولمبيات المؤجلة من العام الماضي، متسلحا بنجاحاته السابقة. ويعمل أيضا في منصب المدير الإقليمي للتسويق في عدد كبير من شركات الفنادق والسياحة العالمية منذ أكثر من 25 عاما. تولى الششتاوي منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2008، كما كان رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2006، البطولة التي أحرزها منتخب الفراعنة على الأراضي المصرية بقيادة المعلم حسن شحاتة، كما تولى رئاسة لجنة الإقامة والإعاشة في كأس العالم لكرة القدم للناشئين عام 2009 في مصر، وتولى رئاسة لجنة الإقامة لبطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. انضم الششتاوي إلى اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021، كما كان رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة للبطولة ذاتها التي أقيمت في يناير الماضي، البطولة التي حققت نجاحا كبيرا جعل العالم كله يقف أمامها منبهرا وهو يشاهد التجربة المصرية في تنظيم البطولات الكبرى وسط الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا. طيب استاذ ممدوح، عايزين نبدا الاول بموضوع انتخابات الانديه. كلام كتير بيتقال ان انتخابات الانديه سوف تتاجل، حقيقه الامر؟ كلام كتير بيتقال ان سوف تتاجل، ما فيش حاجه، كل حاجه في ميعادها. وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه في كل الاثنين قالوا ان كل حاجه في ميعادها حسب الاجراءات واللوائح وحسب المواعيد اللي متفق عليها، اذا كانت الاتحادات بعد اللجان بعد الدوره الاولمبيه هيبقى الانتخابات ونفس حاجه الاتحاد، الا لو كان في حاجات استثنائيه.
الحاجات الاستثنائيه دي مش بتاع دي، ده قرارات دوله، اجراءات لو كان في اجراءات احترازيه في اي حاجه خاصه بصحه الانسان او صحه الناس كلها فدي هتقرر. لكن لحد دلوقتي كل حاجه في ميعادها، مفيش اي تغيير في اي حاجه. طيب يعني بالنسبه للانديه مفيش مواعيد موحده بتهيألي مش كده؟ كل النادي حسب المده ولا ايه؟ في المده بتاعته اللي هتيجي في الانتخابات واللي بعد يعني حسب المده بعد 4 سنوات بتتعمل. تمام. والاتحادات نفس زي الاتحادات خلاص بعد الدوره الاولمبيه على طول كل الاتحادات هتعمل انتخاباتها في شهر 8 على طول، في اول ما هيبتدوا يدعم حسب اللوائح اللي موجوده بعد الدوره الاولمبيه بتيجي. ونفس الموضوع برضو الناس بتتكلم عشان موضوع الزمالك، السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي واللجنه الاولمبيه قالوا الانتخابات بتاعتهم في ميعادها في وقتها، واللجنه اللي تعينت برضو قالت كده. فعشان برضو يعني نوضح حد للكلام اللي هتتاجل هتتغير، ما فيش حاجه، كل حاجه في ميعادها. هو الزمالك تحديدا هيبقى في نوفمبر بعد عشان المده بتاعتهم بالظبط بتاعت المجلس اللي قبليه، كله في ميعاده. طيب الاتحادات الرياضيه هل ممكن مثلا اتحاد الكره يستثنى من هذا الامر بشكل او باخر؟ ليه بقى يستثنى؟ انا بسال. لا طبعا، اصل الكلام اتردد بقوه. لا ما هو يتردد لكن ما فيش استثناءات. القانون واللوائح في الدوله المصريه، الناس كل الاتحادات تحترم القوانين واللوائح اللي موجوده في الدوله. ما فيش اي مشكله في اي حاجه. يعني بقول لك هو تبع الاتحاد الدولي وكذا. ما هو الاتحاد الهاندبول تبع الاتحاد الدولي، اتحاد التنس طاوله تبع الاتحاد الدولي، ما فيش خلاف. كل الاتحادات دي تبعها، لكن في قانون مصري، قانون الرياضه الناس ماشيه عليه، لائحه الاتحاد بيمشوا عليها، مفيش اي حاجه خالص. يعني اذا كل الانتخابات في مواعيدها، في مواعيدها، انديه بعد انتهاء الدوره 4 سنوات، الاتحادات الرياضيه كلها بعد الدوره الاولمبيه. مظبوط. في حاله التاجيل لاسباب كورونا، ما كورونا يا رب ان شاء الله نبقى نتكلم عليها في وقتها. في وقتها طبعا. لكن انا سؤالي هنا، اذا هناك لجان زي مثلا لجنه نادي الزمالك او غيره تمتد اوتوماتيك؟ لا هي خلاص هي عندهم انتخابات. لا انا بتكلم يعني اذا حصل تاجيل للانتخابات. اذا حصل، لا موضوع تاني، اذا حصل بقى في وقتها نشوف هيعملوا ايه وهيحصل للوقت ده. يعني هناك حوار اخر. بالظبط يا فندم. طيب حضرتك كنت قلت مثلا اتحاد كره القدم، ما هو برضو اتحاد كره اليد، فانت جبتني اتحاد كره اليد. يعني ليه اللجنه الاولمبيه لم تدافع عن قرار ايقاف هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد؟ ايه طريقه الدفاع عن المهندس هشام نصر؟ المهندس هشام نصر صديق عزيز جدا جدا ليا مبدئيا، وعامل انجازات، ولا كمان وعامل انجازات وكمان هو عضو لجنه اولمبيه. تمام. يعني عضو مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه بصفته رئيس اتحاد، بصفته انتخب واترشح وعضو لجنه اولمبيه، يعني عضو حتى مجلس الآن؟ اداره كان عضو مجلس كان. اداره طبعا كان بصفته رئيس اتحاد. مظبوط مظبوط. فلا كان في اتخذ فيها يتشاف الحيثيات الموضوع ايه، لكن ده قرار له مش قرار لجنه اولمبيه. يعني موضوع الدفاع احنا ممكن نتكلم فيها لحاجات شخصيه، ان احنا نقف معاه نقف جنبه ونبقى يعني متعاطفين مع تعاطف في تعاطف. لكن دي اجراءات ما كانش دور، يعني دور اللجنه الاولمبيه مش موجود فيها. ليه؟ الدور كله قرارات جايه من الاتحاد الدولي. نعم. ومجلس اداره الاتحاد الدولي اجتمع بناء على حاجات حصلت في بطوله بينظمها الاتحاد المصري مع الاتحاد الدولي، او البطوله بتقع في الاتحاد الدولي هو اللي بينظمها، مصر هوستنج البطوله، بطوله في ارض مصر، لكن بتنظيم الاتحاد الدولي في رولز وفي لوائح الاتحاد الدولي بيمشي عليها، لازم الناس كلها تمشي على اللوائح دي. اللوائح دي المهندس هشام نصر زي ما بيقولوا في الاتحاد الدولي ان هو بعض الحاجات اتعملت خرج بره الفقاعه وي والكلام ده، ودخل او خرج، فدي طبقا للوائح الاتحاد الدولي او للائحه اللي كان ماشي عليها خدوا بها قرار مجلس اداره الاتحاد الدولي او المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. فاللجنه الاولمبيه طب العقوبه ما كانتش كبيره قوي يعني من وجهه نظر هو حسب يعني انا زعلان جدا، والناس كلها في مصر زعلانه جدا جدا اللي حصل على المهندس هشام نصر. لكن هم قراراتهم كده واتخذت قرارات، وده قرارات الاتحاد الدولي حصلت في اتحاد الكوره الاتحاد الدولي للاتحاد الافريقي مع احمد ماهو مشو. بس هنا الايقاف سنه، يعني بيفوتوا عليه حتى فرصه الترشح. هو بقى لائحتهم بتقول كده. في بقى خطوات بيقوم بيها المهندس هشام نصر، هو بيرفع قضيه بيروح للاتحاد الدولي ورفع فعلا، اللي بيروح للاتحاد الدولي عندهم في اتحاد الهاندبول وبيشوف تظلمات او لجنه حسب اللوائح بتاعتهم، وبعد كده ممكن حقه يطلع يرفع قضيه في الكاس ويمشي حسب الاجراءات. لو هو هل هو عمل كده فعلا؟ لا ما حقيقي مش عارف حاجه ما تعرفش. طيب
تعديلات قانون الرياضة، حضرتك عندك فكرة عن ماذا يتم في هذا الأطار؟ من سنتين في كلام على تعديلات قانون الرياضة. نعم. بيتكلموا بنشوف المواد اللي فيها ايه. في توافق كبير جدا 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 بين اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي. وفي المواد احنا هنشوف ايه. القانون ده عنده بني آدمين، وممكن يكون في التنفيذ في حاجات تطلع مش هي اللي في تنفيذها، في اختلاف عليها، بيتشاف ايه، وبيقعد اللجان القانونيه في اللجنه الاولمبيه المصريه مع وزاره الشباب والرياضه وبتشاف ايه، ولو في حاجه مش صح الوزاره بتبعت للجنه الاولمبيه وبتتفق معاها وبتشاف فيها ايه. لكن مفيش حد في اللجنه الاولمبيه لا مصر على حاجه، على عدم تغيير او الوضع كما هو عليه. هتتفق اللجنتين القانونيتين في الوزاره واللجنه الاولمبيه على بعض المواد اللي فيها اختلاف، اللي تبعتها الوزاره اذا كانت فيها مختلفه عليها اللجنه الاولمبيه وتعرض. هل تم ده في مراحل ال هل حك عندك فكره عن بعض المواد؟ لا، هم ده لجان قانونيه لسه ما وصلوش للمواد اللي يعني الكونكلوجن النهائي بالظبط، وبعد كده بتعرض على مجلس الوزراء، وبعدين بتدخل مجلس الوزراء يتوافق عليها من مجلس الوزراء، تروح مجلس النواب للجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، وبعدين تطلع على مجلس النواب يناقشها ويطرحها ويتناقش فيها، تاخد وقتها، وبعدين تطرح على اللجنه العامه في مجلس يعني في مجلس النواب، وبعد كده يصدر بها قرار. ففي مراحل لا خلاف تماما بين اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه على اي حاجه في قانون الرياضه. طيب هو كان الوزير كمان واللائحه اللي الناس بتتكلم عليها برضه، عشان برضه لو في حاجه بيتفقوا مع اللجان القانونيه هنا وفي اللجنه في وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه، لو في حاجات بيوصلوا لها هيبقى في بروتوكول تعاون وتفاهم بينها. ليه؟ الرياضه المصريه فيها جانبين، وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه مع الاتحادات الرياضيه مع الانديه، كلهم هدفهم واحد يعني اول حاجه ان احنا نمشي نصل لمعدل عالي جدا جدا في الرياضه وفي طبعا ده الهدف الاسمى يعني فما فيش فيها خلاف الموضوع، ما فيش خلاف في حاجه، كلهم هدفهم واحد، رفعت الرياضة المصرية، وضع الرياضة المصرية في مكان كويس في وسط الدول الأفريقية وعالميا في بعض الألعاب اللي احنا مميزين فيها عشان نرتقي بيها، وفي مجالات الممارسة اللي بيقوم بيها وزارة الشباب والرياضة. طيب كان الوزير كان أصدر لائحة مالية، ما دي اللي كنت بكلم سيادتك عليها. لو في ولكن أعتقد أن هي لم تنفذ. لا، هي دلوقتي في مراحل في نقاش فيها بين وزارة الشباب والرياضة، اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة في مراجعة يعني. في مراجعة لحاجات بيتشاف فيها إيه، وفي اتفاقات ما فيش خلاف حقيقي يعني. الناس بتكلم كتير إن في خلافات هنا وهنا، ده اللي بيتقال فعلا فعلا، لكن ممكن يبقى في وجهات نظر مختلفة، لكن في النهاية بنصل لحاجة هدفها الصالح العام. صالح العام اللجنة الأولمبية هدفها الصالح العام، الوزارة الشباب والرياضة هدفها الصالح العام، معالي الوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب بيتقابلوا كتير جدا وبيتكلموا كتير جدا، وعلى طول على اتصال يعني فعلا. الموضوع مؤسسي أكثر منه أفراد يعني. ده حقيقة فعلا. طب هل في التعديلات الجديدة ما يتعلق بمركز التسوية والتحكيم؟ في تعديلات بيتكلموا فيها لحد دلوقتي، بيوصلوا فيها من بدري. عندك فكرة الحتة دي بالذات؟ بيتكلموا فيه من بدري في بعض التعديلات، إلى أن نصل إلى حل لا يخالف الميثاق الأولمبي، ولا يخالف قانون الرياضة المصري، ولا يخالف الدستور. تمام. يعني كل حاجة، ووزارة الشباب والرياضة تعلم ذلك، اللجنة الأولمبية تعلم ذلك، إن إحنا لازم نمشي في أطر قانونية عشان ما فيش حد يرجع علينا داخليا هنا يرفع قضية يقول لك ده مخالف للدستور أو مخالف البند ده اتعامل مخالف للقانون المصري أو حد يروح بره لكن تماما الناس كلها المسؤول الرياضة المصرية في الاتحادات أو الأندية أو في أي مكان على درايه كامله وعلى وعي كامل جدا إن ما فيش حد بيطلع لبره ولا يتكلم إن هو يقول في تدخل حكومي تدخل في كذا او كذا خالص الناس كلها تمام. رجال دولة يعني. طيب نروح بقى، سيبك من الجزء ده خلاص، نروح للجزء الأهم وهو استعداداتنا لطوكيو. تمام. بداية، هل هناك تأكيد بأن الدورة في موعدها؟ هايل. هو لحد النهاردة وأنا قاعد مع حضرتك دورة في ميعادها، في جوابات جاية ورايحة لإجراءات إزاي، إجراءات صحية، الناس هتمشي ازاي، الناس هتروح ازاي، الكلام ده. بس احنا نتكلم على الدورة الأولمبية، ان
فلسفة المشاركة في الدورة الأولمبية. الناس كلها احنا هنجيب كم ميدالية، مصر دورها ايه، التمثيل المشرف كفاية تمثيل مشرف، احنا لازم يبقى لنا دور، ولا هو بأمارة ايه لازم يبقى لنا يعني ميداليات؟ يعني ازاي يعني ما انا ما احنا ما وصلناش للمرحلة دي يعني. لا 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 ناخد بس يعني عايزنا مين العشرة الأوائل؟ لا دول دول مش أمريكا، حتتنا خالص. أمريكا روسيا ألمانيا فرنسا إيطاليا الصين إنجلترا بتاخد كمان إنجلترا آسف الرابعة إنجلترا الرابعة طبعًا. الناس دي جت إزاي الأرقام دي وصلوا لها؟ في ألعاب بتعتمد على يعني التايمينج الوقت، ده لعب السباحة الجري والكلام ده، احنا فين في ده؟ او الدول دي دول بعيد طبعا، لازم بعيد جدا، مع اننا شغالين فيها بقوه جدا جدا وبننافس فيها، قبل كده عمرنا ما كنا بننافس. يعني الاتحاد المصري للسباحه قام بدور كبير جدا، ليه؟ اتغيرت الشكل الرياضه في السباحه، الاولاد كلهم عايشين بره في امريكا زي الامريكان بيتمرنوا بره وبيعملوا، فابتدوا يقربوا. بس ده الثانيه محتاج وقت كتير جدا جدا عشان تعمله في تعمل فرق ثانيه أيوة. او وقت ثانيه، فده بياخد مجهود كبير جدا وفلوس كتير جدا بتتصرف وحاجات كتيره جدا. احنا ما نيجي نتكلم احنا وجودنا فين في الالعاب دي، امريكا عملت كام لها كام ميداليه؟ اكتر من 2500 ميداليه. الثانيه مين؟ روسيا. روسيا اللي هي الاتحاد السوفيتي اللي كانت الدول دي كلها موجوده 1500. التالتة ألمانيا، الرابعة إنجلترا. مين اللي جاي؟ الصين بقى. الصين ما كانتش لحد سنة للوس أنجلوس في 84 ما كانتش واخدة ولا ميدالية. دلوقتي وصلت دخلت في أرقام، يعني هي طالعة ليه بقى؟ فلوس كتير جدا، مصروفات كبيرة، بيبتدوا يتجهوا يشوفوا إيه اللي يركزوا فيه وإيه يعملوا يشتغلوا على الرياضيين في ألعاب. فالميداليات اللي الدول بتاخدها مجهود سنوات اعداد كبير جدا، امكانيات دوله، مصروفات كبيره جدا جدا جدا. فاحنا طالعين، لكن ما ينفعش اقول احنا ازاي ناخد خمس ميداليات بس. لا ده يعني انا يعني مش عايز اقول احنا خدنا خمس ميداليات قبل كده، خدنا يعني خمسه او ثلاثه او ده، لا يعني اقصد ايه ازاي ما ناخدش خمسه؟ ما هو حضرتك فين وده عملت ايه وضيفها؟ الفلسفه بتاعت البطولات المشاركه في اللجنه الاولمبيه في البطولات الاولمبيه المشاركه عدد المشاركين قد ايه؟ اكتر من 10500 لاعب. 10500 لاعب من في العالم كله في العالم البطولة. كله ده الاساس فيها ان انت تشارك، مش ان انت رايح عشان تاخد ميداليه. بس مش عظيم لو خدنا ميداليه؟ طبعا ما احنا ما بقولش ان احنا ما ناخدش ميداليه، احنا بننافس. رشوان احنا في 84 عملنا فرح هايل، ما احنا في البطوله اللي فاتت كنا بننافس على اكتر، احنا كان في التوب 10 بتوع اللعيبه كلها اكتر من 20 25 واحد داخلين، فدي حاجه انجاز كبير جدا. كرم انت جابر ما هو لا في البطوله اللي فاتت في ريو بتاع خامس الرمايه كان مصري، خامس الرمايه كانت عفاف الهدود كانت الخامسه على العالم. محمد هيب خد ميداليه، ساره سمير اخذت ميداليه، في الملاكمه كنا قريبين جدا جدا لميداليه. في حاجات يعني فانت قريب، فالموضوع ده مش بسيط. انت اساسا المره دي ان شاء الله انت مسافر المره دي بقى احنا ايه الويننج العدد اللي انت مسافر بيه اساسا؟ العدد ده اللي ان شاء الله مؤهلين في حدود 130 ممكن يصلوا ل 140 لاعب ولاعيبه. عدد مش قليل في المشاركه في المشاركات. حضرتك في دول انت بتروح، انت دوله مش صغيره في الالعاب اللي انت بتروح، انت رايح في العاب جماعيه وفرديه. في دول كتير جدا انت بتعتبر من اكبر البعثات اللي بتبقى مشاركه. ليه؟ ان انت بتتاهل عن افريقيا، يعني انت في العاب معينه انت بتاهل فيها رانك من القاره بتاعتنا، وفي من رانكينج عالمي لبعض الالعاب. فانت العاب فيها مميز جدا دلوقتي، يعني اول مره نشوف الفروسيه داخله فريق كامل. الفروسيه دلوقتي عامله انجازات كبيره جدا في الرياضه بسبب اللاعبين معظمهم عايشين بره ومصروفات غير عاديه اللي بيقوموا بيها، فده انجاز كبير جدا. وممكن يبقوا متواجدين الخماسي الحديث، عاملين انجازات وعاملين شغل جامد كويس قوي قوي. الجودو ان شاء الله يبقى لهم حاجه. المصارعه سمر حمزه عامله مجهود كبير جدا وان شاء الله تتواجد. احنا بقول تتواجد في المنافسه لكن ما بقولش ان هي تجيب ميداليه. الناس دي كلها بتنافس. طب مين اللعبه اللي ممكن نجيب فيها ميداليه دي ان شاء الله؟ يعني عندنا في الالعاب الجماعيه عندنا الكوره، يعني لسه المجموعه قويه بس فريقنا كويس. بس هو المره دي يا كابتن مدحت لازم نتكلم على الدوره دي، دوره استثنائيه بكل ما تعنيه الكلمة. كان الإعداد لكل العالم مش هنقول لمصر صعب جدا جدا جدا. أنت ما قدرتش تشارك في بطولات كتير وما قدرتش تشارك في إعداد وما قدرتش تشارك في معسكرات خارجية،
لسبب عدم السفر، لعدم حصول على فيزات للدول دي، للدول دي قافله. دول كتير جدا ما كانتش بتيجي عندك تشارك في بطولات لان هم مش عارفين يسافروا. ففي بطولات اتلغت اساسا للتاهيل. ففي مشكله كبيره، اعتقد انا رايي هتبقى اقل عالميا، اقل نسب او ارقاما هتحدث في بطولات. مش هيبقى في طفرات رقميه. طبعا انت بقالك سنتين ما فيش رياضه في العالم. لعب الالعاب كلها الاندور مقفوله، الالعاب كلها اللي هي فيها التحام اللي زي الملاكمه والمصارعه والجودو كانت لفتره كبيره جدا مفيش مشاركات فيها، ومفيش في التدريب ازاي. اوزان اللاعبين اختلفت، ان هم ما كانوش موجودين، فعشان يرجع لوزنه اللي كان بيشارك بيه في صعوبه جدا. صحيح. ومجهود كبير جدا بيتم، والاتحادات المصريه مع اللجنه الاولمبيه للاعداد اللي هم بيعملوه للاعبين فعلا مجهود كبير جدا في فتره صعبه جدا جدا. هم كانوا يروحوا المركز الاولمبي، لا نقفل عشان حصل الناس ده كورونا، طب يقعد شويه، لعيبه جالها اصيبت، فانت قعدتها لفتره ما بيتمرنوش فمستوى نزل. فيعني فحقيقي يعني بطوله او الاولمبياد الدوره دي الاولمبياد استثنائيه، ما ينفعش ان احنا نقول ليه الاتحاد ما جابش ونحاسب. انا رايي ما يعني غير يعني صعب جدا جدا جدا. هيبقى بنحمل الاتحادات المصريه واللجنه الاولمبيه فوق طاقتهم، لان هم بذلوا مجهود كبير جدا في ظروف صعبه جدا. ممتاز. اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل. طبعا رفع الاثقال من الالعاب المهمه جدا في الاولمبيات، وعندنا بطلنا طبعا محمد ايهاب ما شاء الله طبعاً. من الناس اللي هم اولا اللجنه الاولمبيه عملت ايه في ازمه اتحاد رفع الاثقال؟ اللجنه الاولمبيه من اول يوم وهي على اتصال بالاتحاد المصري لرفع الاثقال، او اللجنه اللي جت بعد كده مع الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، بتشوف الموضوع ده مع المنشطات، مع وزاره الشباب والرياضه، متابعه مش عايز اقول شبه يوميه. ليه؟ اللجنة الأولمبية بتؤمن بأن اتحاد رفع الأثقال أو لعيبة رفع الأثقال من اللعيبة اللي هي تدخل في منافسة قوية جدا 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 لتحقيق ميدالية. فكان في مجهود كبير جدا قام بيه المهندس هشام حطب وأستاذ أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمحاولة رفع الإيقاف عن محمد إيهاب، عن الأول عن الاتحاد اللي كان المشكلة، لكن كان في مشاكل فما يدروش. فدلوقتي بقى في محمد إيهاب، فبنشوف نعمل إيه. فلحد النهاردة نحن بنشوف إيه ممكن نقدر نعمله، إن هو حتى يشارك في محاولات جادة جدا جدا. وصلت لحاجة؟ بنحاول وشغالين. المهندس هشام حطب والوزير بيتابع الموضوع ده كويس جدا جدا. بنشوف نقدر نوصل لايه، ان هو ممكن يشارك باسم اللجنه الاولمبيه الدوليه او يشارك لوحده، او ليه ان هو بنعتبره ان هو ملوش ذنب، او يعني يشارك لوحده مش باسم مصر يعني؟ لا باسم مصر، بس نشوف يشارك ازاي، ايه سبل المشاركه. يعني مع اللجنه الاولمبيه الدوليه بنشوفه يشارك ازاي مع الاتحاد الدولي. في طرق كتير جدا جدا بيشوفوها في اللجنه الاولمبيه المصريه. ده مهم والله جدا. طبعًا طبعًا طبعًا. يعني الالعاب ايه اللي اخر حاجه احنا كنا بناخد فيها ميداليات؟ يعني خدنا في رفع الاثقال، رفع الاثقال التايكوندو. ايوه. الاخرانيه في البطوله اللي فاتت رفع الاثقال كان محمد ايهاب وساره اللي خدوا ميداليات. في التايكوندو كان اخذنا هدايا ملاك. هدايا ملاك يعني هايله جدا، وان شاء الله تبقى مشاركه في الملاكمه. اخذنا حاجه؟ كنا يعني المفروض كنا واخدين ميداليه، حصل ظروف. ما هي دي اللي بقول لسيادتك عليها واحنا كنا في الفصل، دي العاب اللي هي القتاليه، ان هو ايه بدلك في اليوم ده، ان انت مش موفق أو, او او لكن الالعاب الرقميه اللي انت بتبقى عارف رقمك ايه هتجيبه فدي مش منهم. فيعني كان صحيح. لكن عملنا مجهود كبير جدا في رفع الاثقال. المره الملاكمه ان شاء الله في عرابي موجود ان شاء الله يعمل. ده وزن ايه عرابي؟ الاوزان انا مش مذاكر الاوزان كويس. لكن عرابي من اللاعبين الهايلين وقايم يا رب يجيب لنا ميداليه، تبقى حاجه جميله. طيب هل مين هيتولى رئاسه البعثه؟ هل تم لحد دلوقتي المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه. هو رئيس اللاعب اللي هيحمل العلم. لسه لحد دلوقتي لم يختار اللاعب اللي هيحمل. كان قبل كده بياخدوا اللاعب اللي هم لا ليه المره اللي فاتت احمد الاحمر كان شايل العلم. لسه. طيب اتحاد الكوره مفروض في لائحه نظام اساسي، اللائحه بتتبعت لكم؟ هل اتبعتت؟ لا لسه. طب ليه؟
يعني نعمل ايه؟ ما لسه ما بعتوهاش. يعني مش هنجري ونقول لهم مش عشان خاطري يبعتوها، هم يبعتوها لنا نستلمها. طب هل هم بعتوها للاتحاد الدولي؟ لا ما اعرفش، ما انا ما مش عارف. ما فيش. هو المفروض بعد ما يبعتوها للاتحاد الدولي وتعتمد وترجع لهم يبعتوها لكم. يبعتوها لنا ونشوفها مطابقه للوائح او للقانون المصري للمساق الاولمبي وبنعتمدها وبنبعتها للوزاره بتنشر. بما ان ما جاتلكوش يبقى لسه ما جاتش من الاتحاد الدولي. طيب كلام اتحاد الكورة انه زي ما انا قلت في البداية بكرره مرة تانية ان الانتخابات ربما لا تقام عقب الاولمبياد. لحد دلوقتي هتقام. قولا واحدا. لحد دلوقتي هتقام. طب يعني ايه اللي ممكن ما يخليهاش تقام؟ لا احنا لا بره موضوع الكورونا والكلام ده. ما هو انا يعني ما فيش حاجة، يعني كل الاتحادات عملت، كل الاتحادات هتعمل انتخابات بما فيها اتحاد الكورة. بما فيها. طبعا اتحاد الكورة ليه ما يعملش؟ ليه؟ ما انا بسال حضرتك. لا ما هو ما يعني الاتحادات كلها، هو اتحاد من ضمن الاتحادات الاولمبيه اللي تحت بظله اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بيمشي على بالقانون المصري واللائحه اللي هو يعمل انتخاباته في الوقت المحدد له بعد الدوره الاولمبيه، بسيطه جدا جدا يعني. وهم عارفين كده وقالوا كده احنا هنعمل انتخابات وما فيش يعني، لم يعترض حد في اتحاد الكوره. واحمد مجاهد بيتكلم بيقول يعني المهندس احمد مجاهد بيقول ان هيعمل انتخابات، ما فيش اي حاجه خالص. اتاجلت كذا مره فعشان كده ده لظروف تانية. احنا دلوقتي في الظروف اللي احنا دي في انتخابات وكل هيعمل انتخاباته في الاوقات المحدده. طيب الجزء الاخير من الحوار، كم بطوله احنا كبرى عملناها الفتره اللي فاتت؟ يعني احنا عايزين نقول كمان مش بس بطولات، الثورة الإنشائية في قطاع الرياضة وصناعة الرياضة من فترة حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. طفرة إنشائية، يعني الناس بتتكلم بتقول إنشائية في الطرق بس اللي حصلت طبعا الطرق والكباري لا هي مش طرق بس، هي في كل المجالات. كل حاجة. في كل المجالات وفي كل القطاعات. المدن الجديدة. المدن الجديدة في الصحة، في فيروس سي اللي تعالج، في اللي احنا فيه في كورونا، اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا الناس كلها بتاخد دلوقتي التطعيم، الناس اللي بتكتب بتأيد نفسها على الانترنت على الصفحة بتاعة وزارة الصحة بتاخد التطعيم في وقته، فده الدول ما بتقومش بيها غير دول كبيرة فعلا. فاحنا بقينا فعلا يعني اهتمام بالمواطن المصري في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير جدا. ثورة في جميع القطاعات، يعني في قطاع الشباب والرياضة كم الإنشاءات اللي قامت بيها الدولة من منشآت رياضية وقاعات واستادات زي اللي احنا قمنا بيها، اللي اتقام بيها بطولة كاس العالم لكرة اليد، الصالات اللي أقيمت حاجة صراحة للعالم كله، الناس كلها قالت ده يعني دي بتاعت حسن مصطفى، دي باسم حسن مصطفى دي بتاعت 6 أكتوبر. 6 أكتوبر حاجة يعني بجد، منشآت على أحدث يعني التقنيات الفنية والعلمية يعني، وقام بيها مصريين، شركات مصرية ومهندسين مصريين وشركات ويعني الدولة اللي قامت بيها. صالة العاصمة الإدارية برج العرب، حاجة كبيرة جدا، تطوير قاعة القاهرة في ده في مجال الهندول، دي مش بيقوم بس ده بتاع العاصمة الإدارية. حاجة عظيمة برضه جدا الحقيقة جداً. ودي مش بيقام عليها بس يعني منشآت لكرة اليد، لا كل الألعاب الجماعية يعني دلوقتي طبعاً. في الصالة بتاعت 6 أكتوبر صالة الدكتور حسن مصطفى بيقام عليها بطولة الصالات دلوقتي، اتحاد الكرة قام عليها، فانت بتستفيد بيها البطولة العربية. في نفس الوقت الأسبوع اللي جاي في بطولة الجمباز في استاد القاهرة، في الصالة المغطاة في استاد القاهرة، بعدها بأسبوع بطولة العالم للخماسي الحديث في الصالة المغطاة، فدي بطولات كلها. البطولات دي كلها المنشآت اللي اتقامت بيها زائد الملاعب الكورة، استاد القاهرة، استاد القاهرة هو ما شاء الله حاجة، والاستاد بقى استاد الكورة ما نتكلم على استاد الكورة زائد الملاعب الاستادات التانية اللي في الدولة للتطوير وزارة الشباب بتقوم بيها زائد النوادي اللي بيقوم بيها وزارة الشباب والرياضة، منشآت فعلا طفرة كبيرة جدا 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 لاستغلال طاقة الشباب في كل مجال، ده بجد إنجاز كبير للدولة. ناس بتقول ان الوزراء مش متواجدين بس اعلاميا، لا ده احنا في فترة اقل فترة فيها الناس الوزراء بتطلع في الاعلام والكلام ده، يعني حضرتك لو سألت حضرتك على اسامي كتير الوزراء ما تعرفهمش او دي كلنا العربية كمان يعني ليه؟ الناس كلها بتشتغل في شغل بالزبط. ما عادش في وقت للكلام، مفيش وقت للكلام ومفيش وقت، فدي بجد يعني انجازات صالات يعني مفخره، ودي مش لسنه او اتنين او حاجه، دي
يعني بنيه اساسيه لقطاع وزاره الشباب والرياضه وقطاع الرياضي في مصر وقطاع الشباب في مصر هيستفيد بيها اجيال جايه كبيره جدا في مجالات مختلفه. طب لو اتكلمنا عن السياحه الرياضيه ودور هذه المنشات، ما هو اما نتكلم بقى السياحه الرياضيه ايه اللي جالنا من البطولات دي؟ بنتكلم من اول بطوله كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت وبعديها البطوله المؤهله لاولمبياد شباب وكاس العالم لكره اليد. حجم الدعايه اول حاجه دول كتير جدا جدا في الفترات اللي احنا فيها لم تستطيع ان هي تقدر تقيم بطولات او تنظم بطولات على ارضها خوفا من الاجراءات الاحترازيه وخوفا من ان تفشي الامراض بين اللاعبين او فيروس كورونا بين اللاعبين او الناس المشاركين. صحيح. مصر قامت عملت مثال يحتذى به في بطوله كاس العالم لكره اليد. في اللجنه الاولمبيه الدوليه كلمت مع الدكتور حسن مصطفى، بتشوف انتوا الاجراءات اللي عملتوها ونجاحكم ليه؟ النجاح بيبان بعد البطوله. طب حد حصل حاجه؟ لا. نسبه قد ايه؟ نسبه ما فيش 7-8 اللي جالهم كورونا وكانوا جايين بيها. طيب يبقى نتيجه، يبقى نجاح، يبقى نجاح الاجراءات. طب انتوا خدتوا اجراءات ايه؟ عملنا 1 و2 و3 و4. فطب احنا هنستفيد بيها. فابتدى الدول بتستفيد بيها. بولندا اما جت هتنظم كاس العالم لكره اليد رجعوا معانا مع الكابتن حسين لبيب، انتوا بتعملتوا ايه عشان احنا هننظم البطوله بعد كده؟ عايزين ناخد نفس الاجراءات. فانت بقيت خبره، بقيت خبره وبقيت قدوه لدول كتير جدا في التنظيم. يعني ده بيدل على دور الريادي المصري اللي هو لم طول عمره هيبقى دور ريادي في مجالات مختلفه زي ما حصل دور مصر في دور الان بي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهدنه واللي حصل، التهدئه اللي حصلت في طبعا حاجه بجد يعني بيبين قد ايه قوه الدوله المصريه وقوه السياسه المصريه وقوه الدوله المصريه في قراراتها واتخاذها واحترام الدول الكبرى لها. والله الواحد، والله الواحد ممدوح بيه بيفخر جدا ببلده في هذه الاونه. طول عمرنا بنفخر ببلدنا طبعا، لكن هذه الاونه بالتطورات العظيمه اللي حصلت طبعاً زي ما حضرتك بتقول، وبقى الواحد كله زهو وفخار لما بيتفرج على المنشآت وبيتفرج على كل التطويرات الرهيبة والعظيمة اللي في الدولة. الواحد بيشعر كده ان رقبته بقت في السماء. طبعا في الناس يعني. لما بيشوف سافر بره الواحد بيقابل الناس فعلا بقى سعيد جدا، بشايفين انجازات ايه. اما الناس بتيجي عندك وتشوف المنشآت ما بيتخيلوش ان انت عندك كم المنشآت دي، فعلا منشآت مش موجودة في دول كبرى. أيوة. يعني ده انجاز كبير جدا يحسب للدوله المصريه ووزاره الشباب والرياضه اللي قامت بيها في الفتره دي، نجاح منقطع النظير فعلا يعني. صحيح. طيب اخيرا ممدوح بيه فيما يتعلق بالميزانيات اللي بتصرف بقى اثناء الدورات الاولمبيه اللي احنا بنروحها واعتمادات هذه الميزانيات، كل عشان للعلم الناس تبقى فاهمه يعني، كل اتحاد بيبعت الميزانيه بتاعته بتاعت الاعداد بتاعته وتعتمد من عندكم؟ بتعتمد فنيا من فنياً الأول. فنياً طبعاً. هنلعب كذا كذا كذا. هنلعب كذا، هنشارك في كذا. زي الهاندبول مثلاً أعلن إنه رايح يلعب 5 لقاءات ومش بالزبط. عارف إيه. بالظبط. كل الاتحادات بتعمل الميزانيات بتاعتها، إحنا بنعتمدها فنياً وبتروح لوزارة الشباب والرياضة الاعتماد وتوفير المبلغ المالي المطلوب لهذا. هل في ذهن حضرتك مجمل الميزانيات اللي طالبها الاتحادات استعداداً للأولمبياد؟ لا، الميزانيات كلها، كل اتحاد ما فيش فلوس وقفت لأي اتحاد، كلها اتصرفت. ده هم مسافرين الأسبوع الجاي. خلاص ده في مسافرين الأولمبياد خلاص؟ لا خلاص، 1/7 الناس كلها سافر، زائد ان في اللاعبين كم كبير جدا من اللاعبين هيسافر من خارج مصر. لذا يعني في ناس هتيجي من امريكا، يعني فريق الغطس مثلا هيبقوا من امريكا على معسكر، هم في امريكا دلوقتي وفي العاب ومشاركين ومحترفين يعني. في التنس الطاوله دينا مشرف بتلعب في فرنسا ولا في المانيا؟ كانت في المانيا وراحت فرنسا. راحت فرنسا دلوقتي. اوكي. لعيبه السباحه موجودين في امريكا. لعيبه كتير جدا مش موجودين. فده الدنيا اتطورت وبجد في الفتره اللي احنا فيها دي. لعيبه الفروسيه اللي في المانيا واللي في فرنسا واللي في هولندا يعني كلهم في اهتمام كبير جدا من الدوله. صحيح. لكل قطاعات الرياضه. صحيح. يعني نفسي، مش نفسي بقى، نفسنا الاسكواش اللي احنا محتكرينه ده يخش الاولمبياد. هو ده وضع صعب جدا يعني. وانس ما فيش امريكا وفرنسا والدول القويه فما فيش دعم تقل للعبة. اول ما هتبقى اولمبيات هتلاقيهم هم تفوقوا، ما تعرفش ازاي اول ما يجهزهم. يعني بعض الالعاب احنا كنا شارمنج جدا في اول ما بتخش الاولمبيات خلاص بتروح السكه الثانيه ما تعرفش ازاي. دي حقيقه. دي حقيقه. هم بيحكوا اول ما بيجهزوا
يزقوها عشان خلص. تخش الاولمبياد. استاذ ممدوح شرفت ونورت. الله يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. كل الامنيات الطيبه للجنه الاولمبيه. الله يخليك. وطبعا تحياتنا للمهندس هشام حطب وكل الناس ان شاء الله. اشكرك شكرا الله جزيلا. ربنا يخليك. حوار اخر ولكن بعد الفاصل. الحقيقه الفقره دي انا دايما بنتظرها على شوق وبستمتع بيها جدا لانها مع المؤرخ الرياضي الكبير دكتور عادل سعد. يا مساء الانوار. يا مساء الانوار يا كابتن مدحت. طبعا بمس عليك ومس على كل متابعينك وان شاء الله كده تبقى وقتنا خفيف عليهم ان شاء الله. لا ان شاء الله ده اكيد. وانت جاهز باللابتوب بتاعك بالمسائل كلها ان شاء الله والمعلومات العظيمه. طيب نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. طبعا تابعنا طبعا دوري الأبطال والكونفدرالية ده أكيد. عندنا أربع فرق وصلوا للدور قبل النهائي. تمام. منهم طبعا الأهلي. كلمني على الموضوع وكلمني عن فرص الفرق والتتويج وشايف مواجهة الأهلي مع الترجي ازاي. يعني النسخة 57 في المطلق لبطولة أفريقيا أبطال الدوري أو النسخة 25 بعد تعديلها في التسعينات لحد دلوقتي شفنا الماتشات في دور الثمانية كانت مباريات نوعا ما صعبة على كل الفرق. يمكن الأهلي نوعا ما تأهل بفرق مريح إن هو فاز باتنين هنا في القاهرة وبعدين تعادل في بريتوريا 1-1 ثم الوداد البيضاوي برضو تعادل 1-1 في الجزائر وكانت نتيجة مريحة جدا أمام مولودية الجزائر اللي كان بيقودهم نبيل نجيز المدير الفني الجزائري في ملعب 5 جوليا ثم الفوز بصعوبة حتى نهاية المباراة الهدف جه متأخر في ملعب الوداد البيضاوي. غير كده بقى اللقاءين التانيين كان فيهم برضو صعوبة شديدة جدا يا كابتن مدحت. أنت بتتكلم عن الترجي التونسي مع معين الشعباني بيتواجه مع زوران ملانوفيتش المدير الفني الصربي اللي بيقود نادي شباب بلوزداد بعد رحيل المدير الفني فرانك دوما الفرنسي اللي كان بيتولى مسؤولية شباب بلوزداد. شباب بلوزداد فريق ملوش تاريخ في بطولة دوري الأبطال. يمكن كان أبرز إنجاز عمله قبل كده كان في أبطال الكؤوس سنة 96 لما وصل للمباراة قبل النهائية. ويمكن قبل كده كان في دور الثمانية لعب في أبطال الكؤوس برضو سنة 79 وخرج أمام هورايا كوناكري اللي كمل وخد البطولة. شباب بلوزداد قدم موقع قوي جدا للكرة الجزائرية السنة دي. عمل دور مجموعات هايل في مجموعة كانت بتضم الكبير مازيمبي طبعا وكمان معهم صن داونز والهلال السوداني طبعا بخبراته الكبيرة الأفريقية. قدر إن هو في آخر مباراة إنه يفوز على صن 2-0 بعد ما كان خسران المباراة الأولى 5-1 يعتبر على ملعبه وإن كانت المباراة أقيمت في تنزانيا. مباراة كانت صعبة على الترجي التونسي. خسر الترجي التونسي في الجزائر 2-0 وقدر يعوض النتيجة ديت 2-0 في ملعبه في رادس. والغريب في الأمر إن معين الشعباني والنتيجة 1-0 بهدف عبد الرؤوف بن غيس عمل حاجة غريبة جدا. غير الجون معز بن شرفية نزل فاروق بن مصطفى وكأنه بيأهل نفسه إن أنا هجيب الجون الثاني وهنلعب ركلات جزاء. وقد كان مفيش يعني دقايق معدودة سجل محمد بن رمضان هدف اللي هو تحفة. هدف كان أكتر من رائع وهو وأمير سعيود اللي سجلوا للفرقتين ذهابا وإيابا هم هدافين البطولة حاليا جابوا 4 أهداف يعني كانوا عاملين بطولة هايلة جدا. أمير سعيود ضيع أول ضربة جزاء. ما هو للأسف بقى أمير سعيود مع فاروق بن مصطفى وخبرات فاروق بن مصطفى ضيع ركلة الجزاء عشان يتأهل الترجي من أجل مقابلة الأهلي في الدور قبل النهائي. هتكلم كمان عن كايزر تشيفز وسيمبا كانت مواجهة كلها إثارة. المباراة الأولى مع كيفن هانت المدير الفني اللي كان قبل كده ماسك بيتفيت سويتس لما لعبوا الاهلي واللي درب عمرو جمال في رحله احترافه في جنوب افريقيا لما تواجه مع سيمبا فاس في المباراه الاولى بفضله هدافه ونجمه سمير نيكروفيتش واحد من اهم اللعيبه اللي في البطوله السنه دي اللاعب الصربي اللي بيلعب في كايزر تشيفز. وبالمناسبه كايزر تشيفز مركزه في الدوري متاخر تماما في دوري جنوب افريقيا يمكن هم المركز ال11 سان داونز اللي خرج المركز الاول في الدوري هناك. قدروا ان هم يفوزوا باربع اهداف كامله. كان الكور العرضيه كان لها دور كبير جدا لكايزر تشيفز من اجل حسم اللقاء الاول. ولكن في العوده بقى في تنزانيا كانت المفاجاه الكبيره ان سيمبا قدر يعود في نتيجه المباراه 3 وكان قريبا كمان من ريمونتادا واضاع العديد من الفرص. ولكن في النهايه كايزر تشيفز بيقدر ان هو يصعد للمباراه قبل النهائيه عشان يبقى التمثيل لتونس الترجي والاهلي تمثيل لمصر وكايزر تشيفز من جنوب افريقيا ثم الوداد من المغرب عشان نتفرج على قبل نهائي هيبقى قوي جدا. الاهلي الاوفر حظا من وجهه نظري لما اتفرجت على كل الفرق من اول بدايه دور المجموعات. يمكن كمان ما قبل دور المجموعات كنت بدات ان انا اتابع مع مولوديه الجزائر والانديه حتى اللي راحت للكونفدراليه زي الصفاقس التونسي. الاهلي الاقرب الى حسم اللقب من وجهه نظري وان كان خبرات الترجي التونسي مع معين الشعباني ممكن يكون لها برضو دور مؤثر. طيب
ودينا بقى بعض الارقام الخاصه للفرق المتاهله للدور قبل النهائي. طيب احنا طبعا لو هنتكلم طبعا هنتكلم على ممثل مصر النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيعزز رقمه القياسي في الوصول للمباراه قبل النهائيه للمره ال 17 يا كابتن مدحت. صحيح. الاهلي بدا ان هو يشارك في بطوله افريقيا من سنه 76، ولكن في اول مشاركه خرج امام مولوديه الجزائر بالتحديد اللي كمل وخد اللقب امام هافيا كوناكري في النهائي مع المدير الفني عبد الحميد زوبا، واحد من اشهر المدربين في الجزائر. لا. والاهلي اول مره كان في تاريخه يلعب في المباراه قبل النهائيه كان سنه 81 امام نادي جيتيز اوزو اللي هو حاليا نادي شباب القبائل اللي وصل برضه في الكونفدراليه المباراه قبل النهائيه، وكان في الوقت ده نادي جيتيز اوزو الاهلي ما قدرش ان هو يواجهه بسبب الظروف السياسيه اللي المت بالبلاد بسبب وفاة الزعيم أنور السادات. والأهلي ما لعبش أول نهائي قبل نهائي في تاريخه اللي وصل لرقم 17. هتروح للترجي، الترجي التونسي عمل حاجة برضو تحسب ليه، هو كان وصل قبل كده لقبل النهائي 10 مرات زيه زي الزمالك، الأهلي 17 ومازيمب 12، الترجي 10 الزمالك 10، هو فض الشراكه دي بقى 11 مره هلال في الهلال السوداني في المباراه النهائيه، ولكن قبل النهائي كانوا تخطوا عقبه اسك ابيجان. بالنسبه بقى للقاء اللي احنا كنا شفناه للترجي، الاهلي والترجي تواجههم قبل كده 20 في 20 مباراه. اول مره تواجهوا فيها مع بعض كان من خلال بطوله افريقيا 1990، وكان معاهم يمكن اللقطه معانا هي ركلات الجزاء. كان معاهم اسطورتهم طبعا في الوقت ده طارق دياب. تعادلوا 0-0 في تونس، ثم العوده 0-0، ثم ذهبوا الى ركلات الترجيح عشان الاهلي يخسر بركلات الترجيح، وبعد كده الاهلي تفوق على الترجي في المواجهات المباشره ما بينهم ومن بعض. 20 لقاء، 8 فوز للاهلي، 8 كمان تعادل، 4 تعادلات و8 هزايم. فانت بتتكلم عن تفوق واضح جدا للنادي الاهلي في لقاءاته امام الترجي التونسي. تواجهوا قبل كده في المباراه قبل النهائي 2001 الاهلي اقصى الترجي، وفي 2010 الترجي اقصى الاهلي بالهدف الشهير بتاع انرامو، كان قبليه برضه الهدف اللي كان عليه لغط بتاع الكابتن محمد فضل. صحيح. لما فاز الاهلي 2-1 في القاهره. ممتاز. ده كان باختصار شديد المباريات او المواجهات ما بين الفريقين. 8 فوز قلنا للاهلي، 4 تعادل و4 هزيمه للاهلي، عشان يكون التفوق واضح جدا وبشده للنادي الاهلي في المواجهات اللي كانت ما بينه وما بين الترجي. يمكن اخر لقاء هو اللي كان 8 فوز للاهلي و8 تعادل. لا 8 فوز للاهلي و8 تعادل و4 فوز للترجي. 8 و4 تمام. الاهلي فاز في 8 والترجي فاز في 4. بالظبط كده. وتعادلوا 8 عشان يبقى دول ال 20 لقاء اللي تواجهوا فيه الفريقين طوال تاريخهم اللي بدا من 1990، وكان النهايه اللي كانت في 2019 لما توج 2018 لما توج الترجي باخر القابه القاريه. ممتاز. بيراميدز وحظوظه في بالظبط قبل ما نخش على اوروبا، بيراميدز وحظوظه في الكونفدراليه. طيب بيراميدز طبعا النهارده يعني كان تاهل سهل الى نوع ما امام نادي انيامبا، اللي ظهر الفوارق كبيرة ما بين الفريقين يمكن لولا ان الهدف المبكر اللي دخل شباك بيراميدز في المباراة الاولى بخطأ من شريف اكرامي. لا. ولكن في النهاية قدر بيراميدز ان هو يحسم اللقاء باربع اهداف مقابل مرة. بيراميدز في طريقه للوصول للمباراة النهائية لتاني مرة من تاني مشاركة، وكده هيقرب كمان يا كابتن مدحت من نادي المقاولين العرب. المقاولين العرب في اول مشاركتين في تاريخه مع مايكل ايفرت المدير الفني الانجليزي 82 وصل للمباراه النهائيه، ثم فاز على باور دينامو بطل زامبيا، ثم في 83 وصل للمباراه النهائيه وفاز على اجازا لومي في المباراه النهائيه بطل توجو عشان يتوج بثاني القابه في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. بيراميدز قريب، ولكن طبعا مش هيقدر يحقق نفس الانجاز لان المرتين فاز بهم المقاولين بيراميدز خسر المباراه النهائيه الاولى، ولكن المواجهه اللي جايه لبيراميدز صعبه. رجاء. صعبة. لأن أنت بتتواجه مع فريق متمرس، فريق معاه مدرب جيد جدا لأسعد الشيباني المدير الفني اللي كان مع اتحاد المنستير اللي تواجه في مرحلة البلاي أوف في الكونفدرالية مع اتحاد المنستير ضد الرجاء، وبعد ما الرجاء أقصى اتحاد المنستير التونسي بركلات الجزاء ذهب مباشرة عشان يتولى مسؤولية المدير الفني للرجاء البيضاوي بعد رحيل جمال السلامي. بيراميدز ذكرى سيئة السنة دي مع الرجاء ذهابا وإيابا. الرجاء عامل بطولة أكتر من ممتازة بعد الخروج من تونجت في بطولة أفريقيا أبطال الدوري ثم التخطي الاتحاد المنستيري في دور المجموعات. كابتن مدحت لعبوا فازوا في الست مباريات، خدوا 18 نقطة، ما دخلش مرماهم ولا هدف،
سجلوا حفنة أهداف، وكمان في المباراة النهاردة قدروا في مباراة العودة بعد التعادل 1-1 مع فريق أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا، إن هم ده حتى لقطات هي من مباراة أجازة الأمي والمقاولين اللي كانت في 83 قدروا إن هم يفوزوا بأربع أهداف بكل سهولة في الشوط الأول عشان يحسموا اللقاء بدري معاهم مدير فني جيد، معاهم لعيبة أكتر من ممتازة، سفيان رحيمي، محمود بن حليب، وليد الكارتي، محمد أوناجم محمد أوناجم مع الوداد البيضاوي، معاهم كمان بن مالانجو، أسامي كلها جيدة، عندهم خبرات كبيرة، كانوا موجودين في دوري الأبطال السنة اللي فاتت قبل النهائي. والرجاء في المجمل فريق عنده إرث كبير في كرة القدم، 3 مرات بطل دوري الأبطال، مرة مع رابح سعدان 89، 97 مع وحيد خليلزيتش، 99 مع أوسكار فيلوني اللي كان درب قبل كده النادي المصري البورسعيدي. نتمنى التوفيق لنادي بيراميدز ممثل مصر كمان في الكونفدرالية. وعليه ان هو ينسى تماما ماتشين بتوع المجموعة وينساهم بقى من ذاكرته تماما. وانا شخصيا متفائل ان بيراميدز هيعدي الرجاء، يعني لو عدى هيعدي بنسبة كبيرة جدا بيراميدز، هياخد البطولة زي ما انا متوقع ان الاهلي هيبقى بطل النسخة العشرة، يبقى بيراميدز كمان هيبقى ياخد البطولة. شباب القبائل في الناحية التانية هيتواجه مع القطن الكاميروني اللي هم تواجهوا مع بعض في دور المجموعات لما الاثنين كانوا موجودين مع بعض في مجموعه واحده، ولكن شبيبه القبائل في النهائي قدر ان هو كان اول مجموعه، القطن الكاميروني ثاني مجموعه، هيتواجهوا ثاني برضو مع بعض في دور قبل النهائي عشان نشوف المباراه النهائيه مع مين هيلاعب مين. شبيبه القبائل مين اللي بيقوده فنيا؟ دينيس لافاني اللي كان ماسك قبل كده الاتحاد السكندري وسموحه، موقفه متازم شويه في الدوري الجزائري اللي بيتصدره فوق سطيف اللي خرج مبكرا من دور المجموعات برضو في بطولة الكونفدرالية بعد الهدف المتأخر اللي سجله إنيامبا على حساب فريق أورلاندو بايرتس، عشان إنيامبا أورلاندو بايرتس في الدور بقى اللي بعد كده ياخدوا الاثنين مع بعض ويطلعوا من البطولة عشان ما يكملوش بالظبط. طيب نروح بقى على الشغل العالي طبعا، وطبعا دوري الأبطال كلنا شوق في انتظار مانشستر سيتي أمام تشيلسي. أمام تشيلسي المواجهة الإنجليزية اللي كله بينتظرها. يعني مانشستر سيتي فريق ملوش إرث كبير في كرة القدم الأوروبية على مستوى القارة، ولكن فريق في السنوات الأخيرة أصبح من الأرقام الصعبة مع جوارديولا. أول مرة في تاريخه يلعب المباراة النهائية، يمكن في كل تاريخه يا كابتن مدحت مانشستر سيتي هي بطولة واحدة فقط أوروبية حققها، كانت بطولة أبطال الكؤوس سنة 1970. أقوى من مانشستر سيتي في العالم؟ لا، كان لحد السنة اللي فاتت كنا ممكن نقول بايرن ميونخ، لكن السنة دي فعلا السنة دي فعلا بعد البداية المتعثرة اللي كانت في بداية الدوري الإنجليزي وحسمهم للقب من بدري ثم الوصول للمباراة النهائية في إف كاب والخسارة المفاجأة الخسارة المفاجأة كانت تشيلسي. فأنت بتتكلم الأكثر تكاملا هو مانشستر سيتي عن فريق تشيلسي. طيب نروح بقى لأسبانيا وأتلتيكو مدريد بعد سنوات عجاف أكيد، وسبحان الله سواريز يسيب برشلونة ويروح على النهارده امبارح جابوا له الصوره وقاعد في الارض بيعيط بعد الماتش. انا اتصور هو بيبكي على حاله لما كان في برشلونه، كان اتصور انه انت عارف هو صديق الصدوق لميسي. فهو بيتهيألي دموعه دي مش دموع فرح لاتلتيكو بقدر ما في رايي بقدر ما هي شحن الذكريات مع برشلونه. شوف يا كابتن، انا بسمي الدوري ده هدايا برشلونه لا ترد، لان اخر لقب خده اتلتيكو مدريد كان ديفيد فيا رحل من برشلونه الى اتلتيكو مدريد وكان مؤثر في اللقب اللي كان جودين سجل الهدف المؤثر اللي كان في ملعب الكامب نو. فالهدايا اللي بتيجي من برشلونه اتلتيكو مدريد بيقبلوها على طول وبيخدم الاسباب وبيفوزوا على طول باللقب. اللقب ال11 في تاريخ نادي اتلتيكو مدريد اللي بداوه سنه 40 ليفاندوفسكي وكسر الرقم القياسي. ليفاندوفسكي في الدقيقه 90 في المباراه الاخيره لبايرن ميونخ في الدوري بيقدر ان هو يكسر الرقم القياسي اللي صامت بقاله 49 سنه لما سجل الهدف الخامس لبايرن ميونخ عندما فاز على اوجسبورج 5-2. ايه الرقم القياسي يا كابتن مدحت؟ ايوه، اكثر من سجل في موسم واحد في الدوري الالماني كان الاسطوره الكبيره ذا بومبر جيرد مولر.
هداف كاس العالم 70 والنجم كمان اللي سجل الهدف الثاني لمنتخب المانيا الغربيه سنه 1974 في المانيا الغربيه عندما فازوا متغلبهم على المنتخب الهولندي، والهداف التاريخي للبوندسليغا ب 365 هدف. ما حدش قدر يسجل اكتر من 40 هدف، ولكن ليه يعني الراجل وياما عروض بقى 33 34 بس ما شاء الله حتى هذه اللحظه لا حاجه وحش وحاجه وحش تخض يعني في الملاعب الالماني مع بايرن ميونخ. طيب نرجع لافريقيا وموضوع شكوى الكونغو الديمقراطيه في تصفيات كاس الامم الافريقيه، الموضوع شيق شويه. يعني جولور كانجا اللاعب اللي بيلعب في زيرفينا زفيتزا بطل صربيا او النجم الاحمر او ريد ستار زي ما بيسموه اللي هو ده اللي معانا ده بيلعب في منتخب الجابون. المجموعه كابتن مدحت كانت بتضم الجابون ومعاها جامبيا والكونغو الديمقراطيه وانجولا. جامبيا تأهلت كان بعشر نقاط، آخر مباراة الجابون بيلعبوا الكونغو الديمقراطية لازم الجابون تفوز عشان يتأهلهم ويبقوا كمان عشر نقاط ويخلوا الكونغو الديمقراطية تروح. مين اللي ماسك الكونغو الديمقراطية على فكرة لسه من أسبوع؟ هكتور كوبر والكابتن محمود فايز. فايز معاه على طول. تمام. يحصل إيه بقى؟ الراجل اللي قدامنا ده كانجا ده اكتشفوا إن بعد المباراة اللي فاز فيها الجابون 3-0 وأقصم الكونغو الديمقراطية من الوصول لنهائيات كاس الامم الافريقيه عشان يوصلوا مع جامبيا ان الراجل ده مزور في الاوراق بتاعته. الراجل ده كونغولي. كونغولي. مواليد 85. هم مأيدينه في الجابون ان هو مواليد سنه 90. مواليد 90. في حاجه بقى مفارقه هنا، والدته متوفيه سنه كام؟ سنه 86. طب ازاي متأيد 90؟ ازاي متأيد 90؟ ووالدته متوفاه 86. فالاتحاد الكونغولي قدم شكوى للاتحاد الافريقي عشان يبصوا فيها. وغالبا ممكن يتم اتخاذ الاجراء باستبعاد الجابون من ودخول الكونغو ودخول، وده على حظ هيكتور كوبر بقى عشان يبقى موجود في كاس الامم الافريقيه. لان الموضوع طلع يعني في انت عارف افريقيا افريقيا في المواضيع اللي زي ديت بيبقى في امور كتير شائكه. يمكن نفس الموقف ده كابتن مدحت حدث في كاس الامم الافريقيه في تصفيات كاس الامم الافريقيه 94 اللي كانت مقامه في تونس. المنتخب الجزائري كان بيتنافس مع السنغال من اجل البطاقه الثانيه للوصول مع سيراليون. بالظبط. تمام. عملوا ايه بقى؟ شاركوا لاعب، اللاعب ده ما كانش يحق ليه الاشراك وفازوا على السنغال في دكار 2-1. اللاعب ده كان اسمه مراد كروف. تم استبعاد الجزائر لاحقا من الوصول لتونس 94 وصعد السنغال مع رفقه سيراليون عشان يتم استبعاد المنتخب الجزائري. نفس الموقف بالتحديد بتلاعب في بس الجزائر ما كانتش متلاعبه يعني ده كان خطا اداري جسيم ما خدوش بالهم ان اللاعب عنده ايقاف في مباراه وكان المفروض ما يلعبش مباراه السنغال في دكار. طيب هاخدك في حته تانية سريعه كده، انت راجل بتاع ارقام وبتاع احصائيات ما شاء الله عليك. يعني الكابتن مدحت فقوسه رحمه الله عليه رحل منذ ايام قليله. عندك ايه تقوله لنا كابتن مدحت فقوسه؟ انا كنت متواصل معاه تليفونيا ما قبل مرضه واثناء مرضه. واخر اسبوع قبل ما توفاه الله يوم 5/5/2021 كان التليفون اغلق تماما، ولحد ما سمعنا الخبر الأليم بوفاة الكابتن مدحت فقوسة. كابتن مدحت فقوسة أو عيلة فقوسة كابتن مدحت مرادف لكلمة النادي المصري البورسعيدي. صحيح. جده هو ثالث رئيس لتاريخ النادي المصري البورسعيدي عوض بيه فقوسة اللي في خلال من خلاله حقق النادي المصري البورسعيدي أولى بطولاته في كأس سلطان حسين في الثلاثينات اللي وصلت ثلاث بطولات 33-34-37. أبوه كابتن سيد فقوس احد نجوم النادي المصري البورسعيدي مع الكابتن حسن الديب المدير الفني لما حققوا بطوله كاس سلطان حسين في الثلاثينات. بل ازيدك من الشعر بيت، النادي المصري كان في وقت من الاوقات بيلعب في نادي الشبان المسلمين على ملعبه، لما تنامت شعبيه النادي المصري البورسعيدي قرروا ان هم يبنوا ملعب، فكله كان بيساعد من ضمن الناس اللي ساعدوا في بناء الاستاد الكابتن سيد فقوسة ابو الكابتن مدحت فقوسة. كان برقم في الوقت ده كان رقم يعتبر كرقم كبير هو واخواته، فالاسم اسم كبير في النادي المصري. كابتن مدحت فقوسة بدا يلعب من فتره الخمسينات، ثم لعب مع الفريق الاول في فتره الستينات، ثم انتقل لنادي الطيران عشان كان راح يدرس طيران، وبعد توقف كره القدم وهو كمان كان بيلعب في الاول مهاجم وبعد كده بقى جناح بسبب كوكيزا المدير الفني لغزلافي، ذهب للنادي الاهلي ولعب للنادي الاهلي يا كابتن مدحت اربع سنوات اثناء توقف النشاط الرياضي بسبب حرب النكسه. وبعد كده راح لعب في نادي الشباب الكويتي ثم لعب لنادي التضامن الاماراتي واعتزل كره القدم عشان يتجه للتدريب عشان يكون دخوله للتدريب من اوسع ابوابه. بدا في الناشئين في المصري ثم
درب معه صورته مع النادي الاهلي. انا جايبها لك مخصوص يمكن كابتن صلاح حسني، كابتن رفعت الفناجيل، كابتن هاني مصطفى، كابتن ميمي الشربيني ربنا طول في عمره، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن مدحت فقوسه ما قبل الاخير في الجلوس يمين. ايوه صح تمام باين. درب مع بوشكاش الفريق الذهبي اللي كان فيه النادي المصري مع مطلع الثمانيات كابتن مدحت، ثم كمان درب النادي المصري لوحده واخرج الاهلي من بطوله 87 88 في الكاس، وقبل ما الزمالك يخرجهم، وفي سنه 89 عمل حاجه عظيمه، وصل لثالث مره في فتره الثمانينات بالنادي المصري للمباراه النهائيه. 83 خسروا من الاهلي، 84 خسروا من الاهلي، 89 خسروا ثالث من الاهلي بنتيجه 3-0 لما كان بيقودهم ديدريش فايتسا الالماني، عشان بعد كده يدرب غزل دمياط وبعد كده يدرب انديه تانية لحد ما وصل بيه اللقطه اللي بروزت مشوار الكابتن مدحت فقوسه والفوز بكاس العالم العسكرية في المغرب 93 لما قدر ان هو يتغلب في دور المجموعات على ايران 1-0، بولندا 3-0، التعادل مع فرنسا 1-1، ثم الفوز في المباراه قبل النهائي امام المانيا 2-0، ثم الفوز في المباراه الكبيره اللي كلها شاهدناها 3-2 على المنتخب المغربي، وكان الحارس المرمى اللي موجود للمنتخب المغربي في الوقت ده كان حارس مرمى دولي لعب معاهم كاس العالم بعدها بسنه 94 سعيد الضغاي اللي كان بيلعب في اولمبيك البيضاوي، انجاز كبير اعتزل بعديه كره القدم، كان انسان طيب وجميل أوي. وكل الناس بمختلف انتباهاتهم وخفيف الظل الله يرحمه. طيب انا فاضل لي دقيقتين، هل نلحق نتكلم عن ليفربول وكريستال بالاس ومحمد صلاح النهارده؟ يعني في عجاله سريعه يعني النهارده ليفربول يعني بعد موسم اكتر من سيء وبعض الاصابات اللي المت بخط ظهره من اول الموسم والمشاكل الكتير اللي مرت بيهم من اصابه فان دايك لماتيب للجوماز بيقدر يتاهل لبطوله اوروبا اللي كانت هتسبب له مشاكل كتيره لو ما كانش يتاهل بسبب اللعيبه ممكن ترحل وكمان يورجن كلوب ومشاكل كمان ماديه مع الرعاه، بيقدر النهارده ان هو يتغلب على كريستال بالاس مع اخر مباراه لروي هودسون المدير الفني الكبير الانجليزي اللي كرموه في ملعب كريستال بالاس بالمناسبه، وكان تغلبوا على كريستال بالاس في الدور الاول بنتيجه 7، ولكن النهارده المباراه كانت صعبه شويتين لحد ما قدر يتغلبوا 2-0، قدر يورجن كلوب ينقذ الموقف نوعا ما، فينالدوم كمان بيرحل عن ليفربول وكرموه النهارده في الملعب وطلعوا حتى قبلها بشويه عشان ياخد التسقيف يعني بالظبط كده. وكمان النهارده كان نفسنا محمد صلاح يقدر يتوج بلقب هداف او هاري كين ما يجيبش ولكن بقى في النهايه هاري كين قدر ان هو يسجل، والموسم بتاع ليفربول كان موسم سيء للنسيان، ولكن يعني تم الحفاظ على الشعره البسيطه من خلال التاهل لدور الابطال بعد خساره كل الالقاب، دور الابطال الاف اي كاب، الكاس الانجليزي، كمان الدوري الانجليزي بطريقه كانت سيئه جدا بهزائم متلاحقه من انديه كمان كانت صغيره جدا في الدوري قوي ضيع نقاط لا تضيع بالظبط. بس في النهايه ختم مركز ثالث، هو مركز غير مهين يعني صحيح هو بطل بالنسبه للمستوى اللي ظهر بيه ليفربول السنه دي ده يعتبر انجاز وانجاز كبير جدا لان ما كانش حد انا كنت لحد يمكن 3 4 اسابيع كابتن قبل بقى الفوز على مانشستر يونايتد ثم الفوز على بيرنلي والمباريات الاخيره ديت يعني انا ما كنتش متخيل اصلا ان هم هيتاهلهم لدوري الابطال، كنت كون كمان بقول ان هم ممكن ما يتاهلوش كمان لليوروبا ليج وتبقى كارثه اكبر يعني صحيح. وبرده حظه النهارده ان تشيلسي اتغلب من استون فيلا فراح هو للمركز الثالث مستريح، وليستر اتغلب من توتنهام فالدنيا كلها كانت لطيفه معاه فيما عدا انه صلاح ما سجلش. صلاح انه ما سجلش. دكتور عادل سعد شرفت ونورت، دايما بستمتع بيك. شكرا ليك يا كابتن مدحت، وانا اللي اتشرفت بوجودي مع حضرتك النهارده. يا رب يخليك. غدا بمشيئه الرحمن لقاء جديد، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.